برحب بحضراتكم وحلقة جديدة من مساء الخير. اسمحوا لي نكون في صحبتكم اليوم بدلا من الزميل إيهاب صبحي، وإن شاء الله بكرة يكون مع متابعي وجمهوره على شاشة ميساب. برحب بحضراتكم، وكل سنة ومصر طيبة، كل سنة ودايما الأعياد مجمعين. خلينا النهاردة بما أنها حلقة أعياد والأجواء كده هادية ومفيش سياسة كتير، ويبقى قليل من السياسة كثير من الاجتماعيات، خلوني بس يبقى عندي، أنا ما بحبش التنظير وما بحبش إن أنا أحكي في أمور اجتماعية في وقتك وخصوصا في مساء الخير، لكن يمكن لفت نظري جدا وأنا جاية طول الطريق أسر كده مع بعض بيجتمعوا في الأماكن اللي فيها زرع، اللي بتبقى مزروعة في الطريق، المعرفش زي رصيف كده بس مزروع كله خضرة، أسر صغيرة. بعد ما كان المنظر ده كنت فاكرة أيام ما كنت صغيرة كان بيبقى العيلة كلها، الخال والخالة والجد والجدات وكل الأسرة، أسرة بمعنى كلمة عيلة كبيرة، يعني مش الأسرة على مستوى الأب والأم والأولاد. فرجعت أفكر تاني بعد ما بشوف بقى البنت لما بتزعل بتمشي تروح مش عارف فين، تطلع على الشارع، الولد لما بيزعل من أسرته بيختفي، فين بقى دور العيلة في حياتنا؟ فكرة إن إحنا نعيد على بعض على المسج واحدة مكتوبة أو شكلها مرسوم كده يتبعت لكل الناس عندي في الواتساب أو أيا كانت الوسيلة اللي ببعت بيها، ليه فقدنا لغة التواصل وإن إحنا نحافظ على قيمة الأسرة في حياتنا؟ قيمة الأسرة في حياتنا هيحافظ على حاجات كتير جدا، فكرة إن أنا لما أبقى في خلاف بيني وبين بنتي فهي بتتكلم خالتها بتشتكي لها مني، ده طبيعي جدا، ده الأسرة اللي أنا اتعودت وتربيت عليها. فكرة إن أنا الولد لما يختفي شوية كده ويبقى زعلان مع بابا يكلم عمته، يا عمته ده أنا بابا مضايقني، أو من غير ما يبقى حتى هو اللي بيشتكي لعمه وهي بتسأل على أولاد إخواتها أو بتشوف إيه اللي بيحصل، إيه ده أنت صوتك متغير النهاردة في إيه؟ لا يا عمته أصل أنا زعلت مع ماما، أصل أنا ماما صوتها عالي عليا شوية، لا أصل أنا كنت عايز أعمل كذا وماما مرضيتش، يبقى في حوار مع حد تاني، مع طرف تاني، دايما يبقى في طرف تاني في البيت كده استكمالا للأسرة. فكرة ان انا وولادي دي وننعزل عن عماتنا وخالاتنا وجداتنا، ودايما كده في العيلة تلاقوا فيه الام الكبيرة، يعني الجدة الكبيرة او الام الكبيرة، في ام كده بتبقى ام الكل، ده دور ما بقاش موجود. فكرة ان احنا نعيد الحوار مع بعض، ولو احنا الحوار بيننا مفقود ماشي، في كذا فرد في الأسرة تاني ممكن يكمل الحوار ده. فكرة لما البنت تزعل من مامتها تلاقي حد تاني تلجأ له، تلاقي بيت تاني تروح له، بيت مفتوح يا جماعة، فين بيت العم اللي كان زي بيتنا بالظبط اللي بنروح نقعد فيه؟ فين بيت الخيال اللي طول الوقت دول اللي احنا عندهم اكتر من نقعد في بيتنا؟ ليه السوشيال ميديا خلتنا بقينا نعتمد على المعايدات الجافة، على اللقاءات الجافة، بقينا بعيد عن بعض. لما اسمع على بنت اختلفت مع باباها ومامتها وطلعت على الشارع، هل الشارع بقى احن من الاسره؟ حتى على مستوى الاسره الصغيره، لو انا مش عندي اللي يحتوي في الاسره الصغيره، العمه والخاله والجاره واللي حوالينا فين يا جماعه؟ الجده الكبيره اللي بتطبطب، الفرد اللي دايما يبقى فيه فرد كده في كل عيله، تبقى دي ام الكل او ده ابو الكل او القلب الحنين الكل بيلجا له. نحافظ على قيم الأسرة. خلونا نرجع كمان للكنيسة، الخدام الموجودين، كلنا انشغلنا، ما هي برضو جزء من المجتمع زي وزي كل الناس، بقى الكل مشغول دلوقتي. فكرة ان الخدام كمان بقى برضو كانوا منطقة كده حنينة، لما بقاش عندي المنطقة الحنينة دي في البيت بلجأ للخدمة بتاعتي في الكنيسة، الخادمة بتاعتي، الخادم بتاعي، الطبطبة. فكرة الاهتمام بالبنات ورايحين فين وجايين من أكتر ولاد، دي مصيبة بتخليني على بال ما فوق إن الولد بقى في كارثة، لأن الولد يتأخر براحته مش مشكلة، الولد يزعل من غير ما نحس ويستقطب لأصحاب لأنه هو ولد، فأنا مش عايز أعرف أصحابه مين أو ما بهتمش أعرف أصحابه مين، برضو دي بقت مشكلة. المشكلة في الناحيتين، ولاد زي البنات بالظبط، بل بالعكس إحنا ممكن ما ناخدش بالنا ونسهو عن الولاد فترة أطول لدرجة إن إحنا ما نلاقوهمش معانا. عايزين نفعل قيمة الأسرة مرة تانية. السوشيال ميديا عمره ما هيكون بديل لاي حاجه، ولا ان انا اسال على اختي بالتليفون مسج بس او واتساب ابعت اطمن عليها انها عايشه، اشوف فتحت وهي اونلاين ولا اوفلاين، بس ده يبقى عايشه، ده مرفوض نهائي، وخاصه بعد المشاكل والجفاء الاسري اللي حاصل، وبنشوف ولادنا بيروحوا في سكك مش مفروضه. لما اوصل ان الاقي ان الشارع احن على بنتي من بيتي او من بيت عمامها او من بيت اخوالها او من بيت جدتها، يبقى احنا كده لازم نفوق، ناخد بالنا، يبقى في تواصل حقيقي، يعني كل حاجه ممكن تحصل، مفيش بيت بعيد عن اي مشكله ممكن تحصل ولا ندين اي حد. معلش دي كانت شويه فضفضه كده، يمكن انا مش كتير بتكلم في الناحيه الاجتماعيه لكن مهمه ولازم ناخد بالنا منها، وخاصه بعد المشاكل اللي احنا بنشوفها الايام اللي فاتت ما بين سن بقى من 12 وطالع، دي مشكله حقيقيه محتاجين كلنا نركز مع بعض، نركز في بعض كمان اكتر، ما احنا ممكن بعدين مع بعض ومش شايفين بعض، بقت مشكله بجد. خلونا نبدأ معاكم النهاردة، يمكن بما أن البرنامج فتح دراعاته دايما لمساعدة أي حد في أزمة ومحتاج أنه يعني يتساعد، فكرة أنك يبقى عندك مشكلة قانونية وتتهدد دي بقى مشكلة أكبر.
فكرة مجرد أنت لجأت للقانون وتبتدي تهدد أو يضغط عليك دي مشكلة مرفوضة نهائيا. نحن نحترم القانون ونحترم من يحترم القانون أيضا. خلينا أقول لحضراتكم وقعت حادثة اعتداء على مواطن من سكان شارع جسر السويس بعد خروجه وهو أخته من كنيسة العذراء الزيتون، كان يوم الحد الزعف. فوجئ المواطن فوزي يعقوب بقيام شخص يدعى أيمن عبد الرازق مصطفى بالاعتداء عليه بطريقة وحشية، وهو بيقول يا كافر يا كافر. قامت أخته وحررت محضر يا أستاذة سومة يعقوب، تحرير محضر في قسم الزيتون، وحيل المعتدي إلى المستشفى زيتون التخصصي. ومن وقتها وهم بيجي لهم تهديدات، وشقيقته يعني عايزين يضغطوا على شقيقته عشان تتنازل وتتصالح. هل يعني فكرة التصالح هنا وردة ولا مش وردة؟ إيه الخطورة اللي بتتعرض لها أستاذة سومة وأخوها؟ خلينا ناخدها على التليفون ونعرف منها أكتر عن الحادثة. مساء الخير أستاذة سومة. مساء النور أستاذة سومة. يعقوب معانا على التليفون. حضرتك طيبة وبكل خير، وأنا بعتذر لأنك بعتنا صور وبعتنا صورة المحضر والكثير من الدليل على الاعتداء اللي حصل على أخو حضرتك، لكن فعلا الصور صعبة جدا، فإحنا احتراما بس لمشاعر مشاهدينا مش هنقدر نعرض الصور دي، لكن طمنين على حضرتك وياريت تحكي لنا إيه اللي حصل بالظبط. إذا كانت أنا هطمن حضرتك، نشكر عناية ربنا، لكن أنا عايزة أقول لحضرتك إذا كان فعلا صعب على إن حضرتك تشوفي الصور أو الناس تشوف الصور كم وكم، أنا شفت يعني المنظر دوت وهو أخويا سايح في دمه وشخص بيبيح دبحه يعني لما يدي يتكتف زوره ويضرب في الأنف عشان يفقد الوعي ويعمل فتاء في السرة لدرجة لما يخلي السرة تتفتق، وأنا بصرخ وده متسجل على فكرة في مجلس ريادة الوزراء وبعت الصور ليهم وأنا بستغيث. طيب والناس خايفة من هذا الشخص ده اللي اسمه أيمن عبد الرازق مصطفى الكردي، ده اللي حضرتك قدمت المحضر فيه. انا عايزه اقول لحضرتك انا بس حابه اعرف ايه اللي حصل بالظبط. حضرتك خلصتوا القداس يوم حد الزعف وماشيين راجعين بيكوا ليه؟ نعم انا هقول لحضرتك، احنا راجعين وزي اي حد راجع عشان يشتري حاجات للفطار عشان بعد القداس بس، فاحنا رجعنا وانا طلعت قلت له هحضر الفطار وهو هيجيب العيش. مجرد هو راجع فاجئ بشخص بيكتفه من زوره من ورا وبيضرب في الانف وبيضرب في السره. انا ما ادريش غير حد بيصرخ بيقول لي الحقي الحقي اخوكي سايح في دمه. انا نزلت بصرخ صرخات رهيبه، عمال اصرخ اخويا 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 اخويا، والشخص ده واقف بكل جبروت ومعاه كذا شخص. وفجأة قلت له انا بتصل بالنجدة بستغيث بالنجدة، انا مش عارفه ماسكه التليفون ومش عارفه كل اللي انا عماله اقول، ان انا عماله بصرخ وبصرخ واقول حد ينقذنا، الناس واقفه خايفه، ودي الكاميرات جايباها في شارع جسر السويس، الكاميرات بتاعت المحلات كلها مسجله دوت، وبصرخ وبجري بيه، وفي شخص راح قال لي بسرعه اجري بيه على القسم. انا رجلي ما كانتش قادره تشني، ما كنتش قادره اشيل، يعني انا بس بوصف لحضرتك مدى الاذى النفسي، انك تبقي بتفكري في عيد وازاي تستمتعي بالعيد وفي شخص تاني بياخد منك حبايبك، بيفرض عليكي الموت، بيفرض علينا الموت للناس اللي بنحبهم، وهو بيضرب وبيقول يا كافر يا كافر. الشخص ده من فترة كان أمن الدولة بيدور عليه، هو ساكن في العزيز بالله، لا تتخيلي. أنا جريت على الاسم وهو داخل، وبعديها أخويا فقد الوعي أكتر من ساعة يا أستاذة ألفت، إن إحنا أكتر من ساعة وأنا بصرخ وبقول الحقوني جيبوا لي دكتور إسعاف، وأنا مش عارفة أنطق مش عارفة أتكلم مش قادرة، عمالة بصرخ وعيط وأقول لهم الحقوني الحقوني، أكتر من ساعة 5 دقايق تفرق لحياة بني آدم، وأنا بصرخ وأقول حد يبعتي ما بين اسم الزيتون والمستشفى الجنزوري ما يجيش 5 دقايق، لا تتخيلي دوت. وفي الآخر أنا مقعديني في أوضة رئيس المباحث ويقولوا لي عشان نفوقه نفوقه، وفي الآخر أنا سامعة صوت حد بيقول شكله مات،
انا بس بقول لحضرتك مدى المشاعر والاذى النفسي اللي انا تعرضت له. انا دوت وبقيت اجري لدرجه ان لو جبتوا كاميرات الاسم في يوم 17/4 هتلاقوني كدب على الارض بصرخ بقول له يا رب اعني يا رب اعني مش عارفه اعمل ايه. طلعت في الشارع بصرخ واقول لهم الحقوني حد يجيب لي دكتور حد يجيب لي اسعاف. تخيلي وانا كل دوت وبجري وفي الاخر لما خرجت وصرخت وبقيت اصرخ قالوا لي احنا خلاص اتصلنا بالاسعاف. جت بعد ساعه وي وجرينا قلت لهم ودوني العذراء الزيتون طبعا عشان حد الزعف في المستشفى مش شغاله يوم الاحد. وفي برضو كاميرات الكنيسه جاب الموقف وانا نزلت وفي حد طلع لي زي تمرجي او دكتور فقال لي بسرعه اجري بيه حالته. انا خارجه باسعاف باخويا من الاسم وجرينا قالوا لي لا تروحي بس مستشفى الزيتون التخصص. لا تتخيلي يا استاذه ألفت نروح مستشفى كبيره عشان كان بيضرب في الانف عشان يكسرها له ويخليه يفقد التوازن بتاعه. يقول لي مفيش انف واذن والفتاء مع ده عايزه جراحه. طب اديني تقرير اديني حاجه مفيش ارجعي للاسم. المفروض اللي انا اعرفه في الحالات دي يا استاذه سمى يعني ان بيبقى في ان حضرتك تروحي مستشفى حكومي علشان التقرير يبقى معتد بيه ولا هو الاسم اللي حاول حضرتك على مستشفيات عاديه؟ هو اللي بعتني. انا ما كانش فيا غير ان عايزه طبعا عايزه تنقذي اخوكي ده هدفك الاول يعني بالزبط. احنا عرضنا بعض الصور لكن بعض زمايلي مشكورين ما شالوا اثار الدماء حتى ما تكونش مؤذيه للمشاهد بس انا بس حابين الناس تشوف اللي حصل زي ما حضرتك بتحكي بالظبط. انا عايزاكي بس الصوره دي من شده الضرب فتق الصوره لا تتخيلي دي يا استاذه ألفت. وارجع وبعديها قالوا لي ارجع على الاسم ان انا ارجع على الاسم. الاسم يقول لي انت هتعملي له محضر ليه؟ طب انتوا كنتوا تعرفوا الشخص المعتدي ده قبل كده؟ كان جاركم؟ هل شفتيه في المنطقه قبل كده؟ الشخص دوت هو ساكن في العزيز بالله لكن عنده مكتب كاميرات وبيعمل حاجات مخالفه وهو معروف ان من الاخوان ده معروف في المنطقه في العزيز بالله ده معروف. ايه التهديدات اللي بتتعرضوا لها من بعد ما حضرتك قدمت المحضر؟ اللي انا تعرضته ان انا بعد ما رجعت المفروض انه الشخص دوت قلت لهم في الاسم قلت لهم انا بلغت رئاسه الوزراء ولو سمحت انا عايزه محضر والمحضر دوت عشان يتعمل. فقالوا لي انه ثلاث قرابه. قلت له انهي ثلاث قرابه؟ يعني هو اسمه ايمن عبد الرازق مصطفى الكردي وانا اسمي سوما يعقوب يبقى فين ثلاث القرابه؟ فقطعوا الورقه وقلت له لا انا مش همضي على دوت ده اكتر من مره اكتر من مره. وانا راجعه من بيتي بقى يا استاذه بقى هو ده المهم ان قابلني شخص يقول لي ايه حضرتك لو رحتي بكره النيابه هيبقى فيها ذبح عارفاني. فبقول حضرتك تعرفني منين قال لي انا عارف انك شغاله في الكنيسه مع طوادروس هي كل جريمتي ونقتل الناس اللي احنا بنحبهم عشان شغالين في الكنيسة هو ده. بعديها يا فندم هل حاولتي تقولي ده في النيابة أو في التحقيقات بعد كده؟ أنا ما روحتش يا فندم ده ليلة الحادثة. أنا جاني التهديد ليلة الحادثة وأخو المجرم دوت اتصل بيا وكان عايز يطلع لي شقتي ودار مكالمة لمدة ساعة وانا قلت له ان اخوك قابض فلوس على قتلي على قتلي واحد مسيحي على قتل اخويا ومعرفش يرد. والمكالمه دي لو رجعتوا للسجل وتحقق هتلاقوا المكالمه مسجله. انا قلت له دم المسيحيين مش رخيص. يقول لي انتوا طول عمركم بتسامحوا. لا انا بسامح اللي بيقدر التسامح لكن انا بسامح مجرم عشان يزيد في اجرامه. انا مش بسامح. انا ما قدرتش اوصل للنيابه يعني يا فندم مش الدرجات دي يعني مش درجه ان انا اتذبح في الشارع بتاعي وانا نازل اجيب العيش عشان نفطر بالظبط. ولا اني كوني ان انا عشان انا بشتغل في الكنيسه يبقى نتذبح يا فندم. احنا اخترنا الرئيس عن ارادتنا ولو عاد بيا الوقت تاني انا هختاره. انا بس كل اللي انا طالباه من حضرتك انا عايزه رسالتي توصل في الوقت ده ارجوكي اوصف اذائي ومشاعري. الراجل كمان بيقول لي ايه في التهديد بتاعه بيقول لي انا كل حاجه هنطلعها جروح سطحيه.
طب والأذى النفسي هيقدر يطلعه جروح سطحية؟ مجرد إن حد يخاف، خليني بس أكمل مع حضرتك، مجرد إن حد يرهبني أو يخوفني أو كمان يشتمني أو يقول لي يا كافر، ده في حد ذاته شيء مرفوض، فما بالك بالاعتداء الجسدي اللي تم، ويمكن ده يمكن اسهل مرحله في الاعتداء. يعني فكره ان انا خاف، مجرد ان انا خاف، مجرد ان انا احس ان ممكن اموت، مجرد انك حضرتك هتفقدي اخوك او تشعري بانك هتفقديه، دي كلها حاجات مش سهل ان هي. بس انا حابه اعرف تسلسل بقى، هل حضرتك روحتي تاني؟ هل في استدعاء لحضرتك تم؟ هو مقبوض عليه دلوقتي؟ انا يا فندم عماله تتبعت لي تهديدات، وانا دلوقتي مهدده، انا مهدده، انا عايزه صوتي يوصل لسياده الرئيس، انا مواطنه مصريه قبطيه مسيحيه، انا عايزه بقول له عايزه اماني، عايزه احس بالامان. طيب اتكلم مع حضرتك بشكل قانوني. طب اتكلم مع حضرتك بشكل قانوني، خلينا ناخد الاجراءات صحيحه. حضرتك تروحي تعملي محضر بعدم تعرض او بالتهديدات اللي بتجيلك، سواء المسجات او الفويس او ايا كان اللي بيوصل لحضرتك، واثبات ده في محضر رسمي، وانا متاكده هيتم حمايتك بشكل رسمي. أستاذة ألفت، أنا عاملة ده في رياسة الوزراء ومعايا رقم أنا بشكر إن أنت ماشية بالتسلسل القانوني، ده شيء محترم. أنا مش إحنا ناس مش بتعشر، بس أنا عايزة أقول إن أنا من حقي أتحمي. إحنا كان في رئيس طبعا. لما بنت تعرضت للمجرد التنمر عليها، الرئيس راح لها، أنا واثقة في رئاسة الرئيس السيسي، إحنا بنحب الحياة، أنا كل اللي طالباه إن أعيش في أمان وسلام أنا وأهل بيتي، انا كل ده اللي طالباه، انا طالبه حقي من غير ما انا اعيش في خوف ورعب. انا يا فندم انا عامله دراسات في كندا وهنا، وتعرض ليا شغل بره، انا فضلت هنا في كنيستي في وسط مجتمعي في وسط بلدي، اخدم مسيحي ومسلم، انا بحبهم، بس انا من حقي اعيش، من حقي نحب الحياه، ما تتفرضش علينا الموت، ما يتفرضش علينا الموت. عملتي ارجوكي، انا ما بنامش. ليكي حق طبعا طبعا، فكره انك تبقي خايفه في بلد زي بلدنا دي، لا، في قانون ونحن نحترم حق القانون. حضرتك اتخذتي كل الاجراءات السليمه جدا، حضرتك عملتي محضر للجاني وابتدى واتحبس دلوقتي، لكن عيلته مش ساكتين في تهديد لحضرتك. 2462 لما توصلي بيقول لك ان احنا نقدر كل حاجه، نقدر نلاشيها، ولو كملتي هتتذبحي. فاهمة يا فندم عامل ايه؟ كملتي ورحتي مجلس الوزراء وقدمتي شكوى برضو فيها كل التفاصيل. الشكوى ب5037336، تخيلي. انا بطلب حمايتي من رئيسي اللي هو ابويا. انا لو املك كنت وقتها عايزاكي تحسي بمشاعري، ان انا مقدره جدا، يعني ابقى خايفه واقول له يا ابويا يا سياده الرئيس احميني واحمي اخواتي واهل بيتي، انا احميني، مش هو يبقى حر منطلق وانا مهدده، حتى صوتنا كمان يتمنع. من فضلكم احمونا، لان احنا من حقنا نعيش، احنا بنحب الحياه مش كارهين الحياه، مش بنحب الموت، احنا بنحب الموت اللي ربنا يختاره لنا هو، مش بيتفرض علينا الموت ويتحول اعيادنا وافراحنا لألم واذى نفسي. ارجوك انا عارفه ان انت شاعره بيا وحاسه بيا، وسياده الرئيس لو وصل له صوتي انا عارفه ان الرئيس قالها نصا، مفيش سيده تروع، مفيش سيده تتخوف، مفيش ست في عهد الرئيس السيسي ينفع اصلا حد يخوفها، ما بقاش نافع يا جماعه. خليني بس من فضلك كمان اطمن على استاذ فوزي، انا عارفه ان هو جنب حضرتك، خليني اطمن عليه من فضلك، هو اخوكي اللي تم الاعتداء عليه. ايوه اهو مع حضرتك. اتفضلي. الو استاذ فوزي، ازاي حضرتك؟ الحمد لله على السلامه. الله يخليكي، اشكرك، كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك بخير وسلام، وبشكرك على روحك الحلوه والمعايده دي. خليني اقول لي من اول ما حضرتك نزلت من الشقه يا استاذ فوزي من فضلك. انا نازل عادي، ولقيت واحد بياخدني بيلف ايده على رقبتي ونازل ضرب فيا ضرب موت. ما كانش في اي حوار؟ ايه؟ ما كانش في اي حوار قبلها؟ اعتديت عليه، قلت له، قال لك حاجه، قلت له حاجه، مفيش اي حوار؟ انا ماليش علاقه ولا علاقه بيه ولا ليا صله بيه. حوار ايه؟ انا ماليش اي علاقه بيه خالص نهائي. ونازل ضرب بالبنيات، ونازل في بطني، ونازل في مناخيري وبقي، وعورني في دماغي، نازل ضرب موت، شروع في قتل، شروع، واحد بيموت واحد، يعني مش عارف، انا ما ادريتش بالدنيا. الناس اللي في المنطقه حاولوا يخلصوا بينكم؟ انا كل اللي انا عايزه حمايه
انا ممكن لو اموت مفيش مشاكل، بس احمي اختي، احمي اختي، انا ما بنامش حرام كده. احنا في دوله القانون مفيش حاجه اسمها اخت، انت تموت واختك تعيش خالص، بالعكس هي كل يوم على كف عفيف، واحد قاعد واحد ممكن يقتلوها في اي وقت، واحد لما عمل معايا كده واحد ومع ذلك قاعد حر طليق، يعني انا مش عارف، ولقيت ولو في الاسم يقطع المحضر اكتر من مره، اكتر من مره يكتبوا على خلافات عائليه. خلافات عائليه ايه؟ اقول له خلافات، وكاتب قدامها صح، قلت له لا مفيش خلافات انا ما اعرفوش وماليش علاقه بيه، انا كنت مسافر بره وراجع هنا، انا علاقتي بيه ايه؟ يعني انا بشكر، مفيش علاقه ليا بيه خالص، انا كنت مسافر بره وراجع، يعني انا وده يوم عيد، في واحد يوم عيد راجع من الكنيسه ومتكلم، هيعمل مشكله؟ لا طبعا مش منطقي. ازاي هو اللي انا مش فاهماه موقف الاسم، يعني هم المفروض على مسافه واحده من الجميع، من حضرتك ومن المعتدي، فبالتالي هو المفروض يسجل البيانات من اللي بتطلع من حضراتكم او المعلومات اللي حضراتكم بتديها له بالظبط. يسجل لان انا عايز اقول لك ان ده 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 يعني ده شر ارهابي اخواني، انا عايز اقول لك بالضرب، انا ما ادريتش بنفسي، انا اغمى عليا ما ادريتش بنفسي غير لما لقيت اللي في الاسعاف، في عربيه الاسعاف. انتوا طلباتكم ايه دلوقتي يا استاذ فوزي؟ يعني انا عايز اقول غير كده، اذا يعني انا بقول لك غير الضرب والبهدله والمرمطه اللي احنا شفناها يوم عيد ويوم في اسبوع، يعني اسبوع كله بركه صحيح، اتكلمنا مع خدنا بركه الالام مع السيد المسيح، بس انا عايز اقول لك يعني انا ما بنامش، اذا نفسي انا خوفي كله على اختي، ليك حرام، ليك حق. حرام حرام، احنا في دولة القانون، يعني دولة ما بعد كده لما يموتنا، لما يموتها ولا يموتنا وبعد كده يقولوا مختل عقليا، حرام حرام كده. انا متأكدة ان هيكون في مصيبة تقع بعد كده، انا بستغيث بالسيد الرئيس والنائب العام، بستغيث بقول في محامي طيب بيتابع مع حضراتكم، كاميرات اللي قدام العمارة موجودة، كاميرات المستشفى، انا ما اتحطش في عليا قطنة، انا سابوني مرمي بدمي، دمي بيقول لك اتعملت له اللازم، طب فين اللي اتعمل لي اللازم؟ ده ما حتى الدم اللي ما يشوفوش قالوا طب نحوله ناخده بعربيه ونحوله، لو ما عندكمش انف واذن ما عندكمش الفداء يقول لك محتاج عمليه، طب خرجوني وما نعملش اي اجراءات الا لما يكون. طب طمني على صحه حضرتك، حضرتك دلوقتي بقيت احسن؟ هل الحمد لله ما فيش كسر في الانف، فقط الفتق اللي في السره ده؟ هو اللي في الفتق في السره، هي دي 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 ده يعني عايز اقول لك الوجع اللي فيها والالم اللي فيها مفيش. طيب خليني كمان افهم من حضرتك اكتر، هل في محامي متابع القضيه لحضراتكم موكل منكم؟ التحقيقات مع الجاني لحد دلوقتي وصلنا لفين؟ ابدا ولا حاجه، هو تعب و أرجوكي يعني عايزة أنا ما كانش قصدي صدقيني أضغط عليه خالص، بس أنا كنت عايزة أطمن عليه، يعني أنا عارفة ومقدرة مشاعركم الجميلة ديت، لكن طيب في محامي عن حضراتكم؟ لا احنا ما فيش واحنا مهددين. طيب أنا برجوكي بشكل شخصي أو بشكل رسمي، ما دمتي أخدتي الطرق القانونية كملي صح، يعني حضرتك محتاجة يبقى في، ولو في دلوقتي حد من المحامين اللي بيتناولوا مثل هذه القضايا يتابع مع حضرتك وياخد القضية، لو حضرتك كمان لازم تكملي صح، لازم يبقى في محامي واعي ومدرك بالقانون علشان يعرف يوصل لحق. أنا وصلني التهديد مباشر وبيقول لي لو كملتي في النيابة وعملتي، أنا عايزة صوتي يوصل للنائب العام، أنا عايزاه يوصل، أنا عايزة يوصل إن أنا مهددة، طب تقدروا تحمولي اخويا واسرتي على اني ما يتعرضش لما اكمل؟ انا بس بقول لحضرتك، انا بوصف لحضرتك مشاعري بكل صراحه. انا حاسه بيكي جدا، وفكره ان يبقى في انسان مروع انا مش عارفه اتخيلها، واحنا في وقت فيه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخاصه يعني كمان مش مواطن عادي، دي مرأة، والمرأة بقت يعني في عصر السيد الرئيس حاجه كده ايقونه لا يمكن المساس بيها، واحده تتضرب على وشها بالقلم ويتم التصالح، وواحده دلوقتي مجرد ان هي عملت محضر بتتهدد طول الوقت، لا يعني ده شيء انا متاكده هيكون في تحرك واضح الفتره الجايه، ولكن برجوكي فكره المحامي، لو ما فيش محامي تواصلي مع زمايلنا في البرنامج، واكيد في زملاء كتير واحنا معاكي طول الوقت هنتابع، وخلينا نقول لك ان
يعني مش عايزه اقول لك انت كده يعني في منطقه امنه ان احنا هنطمن عليكي اكيد طول الوقت مش هنسيبك، لكن فكره ان يروع انسان وفي تنفيذ قانون ده مرفوض بالمره، وارجوكي اتمسكي بالاجراءات القانونيه، انك يبقى في متابعه مع محامي، يبقى في التهديدات توصل للاسم اللي هتابع حضرتك، وده حقك وحقنا ان احنا نبقى حاسين بسلام لاي مواطن مصري بيتعرض لتهديد. بشكرك جدا استاذه سوما يعقوب، وبتمنى ان احنا ان شاء الله خلال الحلقات الجايه يكون في رد على هذا الاعتداء، يكون الاسم يقول لك لا ما حدش هيقدر يجي جنبك، انت مؤمنه انت واسرتك، وده دور الشرطه، ودور الشرطه العظيم اللي ما بيناموش، ناس اللي بتاخدش اجازات كمان، ما تضيعوش ده على فكره محضر يتعمل بطريقه مش مظبوطه، على فكره استسهال، اكيد مش هيبقى مقصود لكن هيبقى استسهال او ما فيش ادراك المشكله شكلها ايه، وانا متاكده ان انتوا يعني اكثر حكمه من هذا. يعني خليني أكمل مع حضراتكم فقراتنا ودروس في محبة الأوطان. بما أن احنا بنتكلم فأكيد مقالات من النوع ده وبتتكلم على المحتوى اللي هتتكلم فيه محتاجينها قوي في الفترة دي، في حالة كده من الدوشة، في حالة من الإزعاج، في حالة من تعكير الصفو العام، بتحاول طول الوقت، وده بيبقى ويتجلى جدا في فترة الأعياد، فترة الصيام بتاعنا لازم تقفل كده الفترة بأحداث سيئة، أحداث مزعجة، فترة الأعياد بتاع أخواتنا المسلمين لازم يكون في حاجة تعكر الصف وما بيننا ما بينهم طول الوقت، لكن بالناس اللي كاتبة وبالناس اللي حضرت الندوة وكل اللي بيحاول يوصل الصح اللي حواليه ده أكيد رسالة مهمة جدا. كتب اللواء دكتور محسن الفحام مقال هام حول ملتقى حضره في المركز الهناجر الثقافي الفيل، في لقاء أحسبه من أهم وأخطر اللقاءات التي تشرفت بحضورها في ملتقى الهناجر الثقافي. في الأسبوع الأخير من شهر رمضان المبارك أقول عندما يتبارى كل من الدكتور أسامة الأزهري ونيافة الأنبا أرمية في النداء على شباب الوطن بغض النظر عن ديانتهم في لقاء جمع بينهما تحت عنوان مفهوم الوطن، لنا أن نتأكد أن هناك رجال مخلصين بحق يعملون جنبا إلى جنب مع القوات المسلحة والشرطة والقيادة السياسية لحماية الوطن من جحافل الأفكار الهدامة. خلينا مع حضراتكم نعرف أكثر عن المقال من دكتور لواء محسن الفحام، أستاذ إدارة الأزمات بكلية الشرطة وعضو بيت العائلة المصرية. مساء الخير يا دكتور. مساء النور أستاذ عرفت، أهلا بك يا فندم. برحب بحضرتك وكل سنة وحضرتك طيب ومصر كلها بخير وسلام ان شاء الله يا فندم باذن الله. قبل ما ادخل على موضوع المقال، حضرتك قضيت العيد ازاي او بتعمل ايه في العيد الطقوس كده؟ والله احنا علشان من الصعيد يعني فدايما الصعايده بيبقى ليهم طقوس مختلفه شويه، بتبدا الاول بزياره معلش يعني نقول بقى المقابر اللي فيها يعني كبار العائلات بتاعتنا اجدادنا كده، يعني اصول سعاديه صميمه. صراحه يعني ثم بعد كده بنبدا بقى نتواصل مع اهلنا اخواتنا، التراحم والتقابل والاتصالات التليفونيه والى اخره. يعني نعتقد انه اول يوم دايما بينتهي او بيكون مشغول بالاتصالات التليفونيه، وطبعا التليفونات والواتس والحاجات دي سهلت علينا حاجات كتير قوي وخلتنا نكسل حتى ان احنا نخرج من بيوتنا في اول يوم. يعني هنبدا بقى العيد بمجرد ما انا هقفل مع حضرتك دلوقتي ان شاء الله. ان شاء الله. دكتور خليني بس قبل ما ادخل على موضوع المقال استفيد بوجود قيمه شرطيه امنيه بقدر حضرتك. كنت بتكلم دلوقتي مع احد المواطنين تم اعتداء عليه واخته قدمت يعني بلاغ في الاسم او عملت محضر في الاسم، ولكن بيجي لها تهديدات. انا ما اعرفش حضرتك سمعت المداخله ولا لا، لكن انا بقول لحضرتك اختصار اللي حصل. بيجي لهم تهديدات، هي خايفه على نفسها وعلى اخوها ان هم هيقتلوا لو استمروا في الاجراءات القانونيه. ازاي تحمي نفسها وتحمي اخوها يا دكتور؟ بس يا فندم احنا خلال انا سمعت اخر جزء من اللي حضرتك قلتيه. انا مبسوط ان حضرتك سمعت. ان احنا خلال الاسبوعين الاخاره من شهر رمضان حصل اكتر من موقف، يمكن اتناقشت فيه قبل كده برضو مع حد من الزملاء في القناه عند حضراتكم، الموضوع بتاع الراجل بتاع محل الكشري، الاخ الصيدلي اللي تعدى على بنتنا بتاعت بني سويف، الست اللي قالت للاثنين اللي هم كانوا، يعني حاجات كده كلها تصرفات صبيانيه وفرديه. الحقيقه يعني اعتقد انه مش عايز اقول ما نقفش عندها، لا لازم نقف عندها. أنا عارف يا دكتور هي بس لما ادخل بقى في اطار الاسم، وان انا الاسم مش عايز ياخد اقوالي ومش عايز يكمل المحضر، وانا حاسه ان انا مروعه، وفكره بقى ان انا بتهدد، هنا دي بقى نقطه انا بسال احمي نفسي ازاي؟ ايه الاجراءات اللي تؤخذ؟ طب انا هقول حاجه من خلال، بص يا فندم من خلال خبرتنا عمر ما في حد بيهدد
الا اذا كان جبان ومش قادر يعمل حاجه، في موقف ضعف يعني. تماما. يعني انا يعني بقول لحضرتك خلال سنين الطويله 35 سنه في الامن يعني ما شفت حد هدد ونفذ تهديده، استحاله. هو ليه طبعا بيعمل كده؟ بس انه يتجاوز على المعتدى عليه يا دكتور في واضح النهار وفي عز الظهر وفي وسط الشارع، وانت عارف يعني ايه شارع مصري بقى يوم الحد الساعه مثلا 2 او 3 بعد القداس، اكيد في جراءه منه، اكيد في استضعاف للطرف الاخر يعني، اكيد وفي ترويع وفي انا كان ليا اكتر من وقفه في هذا الموضوع الحقيقه، واكتر مره لابد من اجراءات حاسمه ضد مثل هذه التصرفات حتى يكون القائم بها عبرة لغيره، وإلا هيحصل نوع من أنواع التمادي، وأنا بعتبر ده نوع من أنواع يعني بنقول إيه انتهاك الحرية الشخصية. وده الموقف اللي هو يمكن مجلس النواب مؤخرا عظم أو غلظ العقوبة بتاعت الجريمة دي من جنحة إلى جناية. ولذلك أنا بناشد بنتي أو أختي اللي هي عملت إنها ما تخافش وتستمر في إجراءاتها القانونية. تستمر في إجراءاتها القانونية وما تخافش. وتثق تماما في ان اجهزه الشرطه واجهزه الامن لن تتوانى عن اتخاذ كافه الاجراءات القانونيه اللي تحمي حقها وتحميها. هو انا بكمل بقى على كلام حضرتك، واتمنى من الاسم يسهل عليها المهمه دي، يعني فكره الناس اللي مش واخده على اقسام وانها مش متعودين على التعامل في مثل هذه الظروف، اكيد ده بيبقى ثقيل عليهم، فبالتالي كمان ما انتقلوش اكتر بان انا ابقى مش عايز اخد اقوالها او مش عايز اكمل معاها اجراءاتها. دكتور هرجع لحضرتك، ومحبه الاوطان ومقال حقيقي مهم جدا، وفكره ان حضرتك تحاول توثق ما حصل في الندوه اللي كانت ما بين نيابه الانباء ارميه ودكتور اسامه الازهري. حضرتك كنت عايز تقول ايه؟ هو الحقيقه كان عنوان الملتقى مش دروس محبه الاوطان، كان عنوان الملتقى رمضان ومحبه الاوطان، بس احنا عشان عملنا المقال بعد شهر رمضان فخليته دروس محبه الاوطان. الغريب انه كان يوم هذا الملتقى الصبح السيد رئيس الجمهورية كان بيفتتح موسم حصاد القمح في توشكا، واتكلم فيه عن مفهوم المواطنة، واتكلم فيه عن كيف نجحت الدولة المصرية في تحقيق المساواة بين عنصري الأمة، وإنه ما عادش دلوقتي بنقول كذا وكذا، بنقول المصريين. طبعا أنا هرجع تاني معلش، لأنني طبعا متعاطف جدا مع الأخت اللي هي اتكلمت فيه جدا، انا بعتبرها زي اختي حقيقي. كلنا يعني احنا مش بناخد كتير يمكن قضايا جنائيه، لكن واضح ان فكره حد يروع دي وامراه يعني ده شيء مرعب طبعا. و يعني انا برضو اتذكر كلمه قالها السيد الرئيس في بدايات حكمه، وقال لك ممكن احنا الصوت بس لو سيبنا اهلنا وبيحصل لها نوع من انواع الترويع نروح احنا نموت احسن بقى. الرئيس الجمهوري قال كده على فكره، قال كده فعلا، ده حقيقي، تفتكر الكلمه دي يعني جدا. عشان كده انا بقول لها لا ما تقلقش وما تخافش، ويعني واللي بيهدد ده انسان جبان فعلا، اللي عايز يأذي ما بيهددش. دي بس خليها قاعده كده علشان يبقى كلنا عارفين اللي عايز يأذي مش هياخد اذن عشان يأذي يعني. صحيح، ده موضوع. خليني برضو فيما يتعلق بموضوع الملتقى، الحقيقه كانت طبعا بتديره الدكتوره نهى عبد الحميد، وهنا يجب ان انا اشير الى ان ملتقى هنادر أنا بعتبره من أهم الملتقيات الثقافية اللي وزارة الثقافة والدولة المصرية الحقيقة بتحافظ عليها. والملتقى ده الحقيقة هو ملتقى شهري. وأتمنى طبعًا إن هو يبقى مش عايز أقول أسبوعي يعني، ولكن على الأقل يبقى كل شهر مثلًا ندوتين منه. لأنها دايمًا الحقيقة بتنتقي ضيوفها وتنتقي الشخصيات الحقيقة التي تستطيع إنها تنقل صورة حقيقية للموضوع اللي هي بتعرضه من خلال هذا الملتقى. كان هذا الملتقى بيتكلم، خليني قبل ما ننتقل ونسيب دكتورة ناهد، خليني أقول لحضرتك كتبته عنها في المقال، ويمكن إشادة يعني سؤالها المهم اللي يمكن لازم نقف عنده، هو ضمير أمة أم تجمع في الأزمات فقط؟ عجبني جدا لحضرتك أشرت للنقطة دي في كلمة. طبعا طبعا، لأن فعلا هي كانت المدخل اللي دكتورة ناهد قالته اتبنى عليه الحقيقة كل مدار في المناوشات أنا بقول المناوشات اللي حصلت ما بين نيابة الأنباء أرميه والدكتور أسامة الأزهري. طرحت الدكتورة ناهد خلال المقدمة عدة تساؤلات حول مفهوم الوطن. والحقيقة خليني أقول إنه حتى الآن أنا أتكلم بقى كلام عام مش كلام يعني إنشاء يعني، صدقيني حتى الآن أنا محسن وأكيد حضرتك وأكيد ما إحناش عارفين
قيمة الكلمة دي. ما احناش عارفين قيمة، هل زي ما هي قالت هي ضمير أمة ولا تجمع ناس في حتة، تجمع جغرافي ولا تاريخ ولا توليفة من ده كله. احنا الحقيقة مش حاسين بقيمة الوطن اللي احنا فيه ده. ولذلك برضو انا خليني لو سمحت لي اقول لحضرتك، يعني اعتقد يوم 30 يونيو كلنا حسينا، كان ده بنقول احنا حسينا وعرفنا وادركنا يعني ايه قيمة وطن. قيمة الوطن مش كلمة وطن، قيمة الوطن قيمته فعلا، ده حقيقي قيمة الوطن. لكن كلمة الوطن في حد ذاتها انا يعني انا مش عارف يعني فعلا. هل فاكرة انت حضرتك لما جه الاخ مرشد الاخوان قال لك ما الوطن غير حفنة التراب؟ اه طبعا فاكره العباره دي كويس جدا ومؤذيه قد ايه، حفنة عفنة من التراب. صحيح. الناس دي مش حاسه بقيمه هذا الوطن. طيب نحس بيه ازاي بقى؟ نبص على اخواننا السوريين اللي قاعدين في المخيمات ما بين سوريا وتركيا، نبص دلوقتي اللي بتاع اللي هم اللاجئين بتاع اوكرانيا اللي هم هربانين من بلادهم وقاعدين هنا، بقى نقول هي دي مصر، هو ده الوطن اللي احنا عايشين فيه، تاريخ وجغرافيا وحياه ومساواه. يعني هنا بقى يعني مفيش بقى لا مسلم ولا مسيحي ولا كلام الفاضي ده كله. ساعة القنبلة لما بتحصل لا بتفرق ما بين ده ولا بتفرق ما بين ولا محمد ولا بيلبس. دي نقطة. كمان دكتور أسامة الأزهري بدأ كلمته بين وطن بلا كنائس خيرا من كنائس بلا وطن، وكان أنا أعتقد دي كانت ندوة عظيمة يعني إنه يبدأ بالكلمة البابا توادرس. خليني أقول إنه الغريبة إن كل من الدكتور الأزهري ونيابة الأنباء الرمية الاثنين استشهدوا بمقولتين خالدتين، الاولانيه لقداسة البابا شنوده ان مصر وطن نعيش فيه فينا وليس وطن نعيش فيه، ثم قداسة البابا تودروس عندما قال وطن بلا كنائس خير من كنائس بلا وطن. كانت مورزه محببه جدا من كلامه في حب الوطن بكل ما في الوطن ده من مشاكل وايجابيات وسلبيات وصعوبات وانجازات. احنا حبينا الوطن ده بكل ما. طيب هسأل بقى سؤال كده من خلال البرنامج، ايه المطلوب مننا دلوقتي من عندكم انتوا ومن عندنا احنا؟ يعني مش عندكم انتوا يعني مسلمين، لا فاهمه حضرتك يعني بتفوضنا عن باقي المستمعين. اوكي. القيادات الدينيه دي اللي متصدقه، خلي بالك من كلمه متصدقه، يعني دكتور الازهري نيابه الانباء الرميه من مصدر ثقه عند الناس كبير جدا، الشخصيات قبولا عند الشعب المصري، من اكثر الشخصيات قبولا عند الشعب المصري، سواء كان نيابة الأنباء أرمية أو الدكتور أسامة الأزهري. لابد أن نشير هنا أن مصر تمر بمرحلة اقتصادية صعبة جدا، وأن هناك محاولات لأهل الشر لاستغلال هذه الصعوبة للعودة إلى المشهد واستغلال الظروف دي، محاولاتهم لن تنتهي. لا ده في استماتة الأيام دي كمان، يعني واضح أن في شراسة في العداء والتوجيه الاتهامات للوطن الفترة دي بشكل شرس أكتر سيادة اللواء، والتشكيك في الإنجازات ولازمتها إيه العاصمة الإدارية واللي مش كل ده بنسمعه. لا كل حاجة لها لازمة وكل حاجة مدروسة. بس لو حابب تقول لنا رسالة أخيرة عن هذا المقال الهام وتوثيق مثل هذه الندوات وأهمية الدور ده للمجتمع في التوقيت ده يا سيادة. لابد أن نتكاتف وراء القيادة السياسية لتشكيل حائط صد منيع ضد مروجي الفتن والشائعات، والتصدي بكل حسم وحزم لمن يحاول أن يعود بالوطن إلى الوراء. وما أدراك ما الوراء من 2011 إلى 2014، أسوأ 3-4 سنين شفناهم في مصر هم دول. لابد أن نتكاتف لتشكيل هذا الحائط. أيضا في الآخر أحب أشير إلى أهمية الدور الفاعل لبيت العائلة، وهنا أيضا أقول أن نيابة الأنباء الرمية تحديدا حاليا هو اللي بيتحمل العبء الأكبر لتفعيل دور هذا البيت خلال تلك المرحلة. أنباء الرمية الفترة الأخيرة واخد خط يعني عجبني جدا، فكرة أن أنا أتحدث حتى أراك أن الآخر يراني يعرفني أكتر، واخد على عاتقه فكرة أنه يشرح مفاهيم عندنا مهمة جدا ويحاول يوصلني للآخر بشكل قوي جدا. أنا معرفش هو بيرتب وقته إزاي، مرة ألاقيه في أسيوط تاني الصوت راح، فقدنا الاتصال. اتفضل يا فندم. الو انا سامع حضرتك يا دكتور، اتفضل. فبقول لحضرتك انا الحقيقه لما بتابع نيابه الانباء الرمية انا ما بعرفش بيرتب اجندته فيها ايه، مره في اسيوط بعدين يرجع من اسيوط تلاقيه في القريه الذكيه، ثم بعد كده في ندوه في اسكندريه، ثم بعد كده في ندوه في الهناجر. يعني هذا الرجل الحقيقه لازم يشيد بالدور اللي هو بيقوم بيه، وبرده لازم الحقيقه نتكاتف فعلا لدعمه، لانه زي ما بيقولوا الايد لوحدها
ما تسقفش. سيادة اللواء دكتور محسن الفحام بشكر حضرتك جدا على هذه المداخلة الهامة، ومستمرين مع حضراتكم يمكن في حاجات هندخل بقى في حاجات لطيفة. خليني أقول لكم، كنت في عربيتي ووقت الفطار برنامج عظيم تقريبا، أنا بشتغل بقالي سنين كتيرة جدا، مفيش مرة قلت إن نفسي أشوفت برنامج على التلفزيون أو على الراديو وقلت نفسي أعمل البرنامج ده، لكن مجرد ما سمعت حلقة واحدة من كلم ربنا، تقريبا أكلم ربنا، وأنا اتخذ قلبي جدا، خد عقلي جدا، خد مشاعري وإنسانيتي بشكل قوي جدا. برنامج بيكلم ربنا، بيختار ضيوف بشكل بيكلم ربنا، قلت ده أكيد اللي عامل البرنامج ده داعية بقى، حد من المتصوفين، حد. اتفاجئت ان الصوت ده انا كنت لسه سامعاه، كان عندي مداخلة مع صاحب البرنامج قبلها يوم السبت، وكنا بنتكلم بقى على الإسلام السياسي واقتحام الأوطان وشرس ومحارب طول المكالمة بشكل قوي. قلت لا، شكيت في الاسم، قلت مش هيبقى ابدا هو اللي عامل البرنامج ده، ده خط سياسي خط شديد. لكن اتفاجئت فعلا انه استاذ احمد الخطيب هو اللي عامل البرنامج ده. بحييك وبقول لك ان انا طول سنين شغلي ما بصيتش على برنامج وقلت الله نفسي اعمل برنامج زي ده. استاذ احمد برحب بحضرتك معانا، استاذ احمد الخطيب الكاتب والصحفي الكبير. مساء الخير استاذ ألفت، يعني انا مش عارف اقول لك ايه والله بعد الكلمات دي، يعني كلمات انا اتصلت بحضرتك قلت اكتر من كده صدقيني والله، يعني على الهوا برضه ده يعني ده كتير عليا والله. ده حقك جدا، انت رجعتنا لانسانيتنا، لمجرد علاقه الانسان اللي هو الصغير قوي ده بربنا فقط، بدون بقى لا كان مع حضرتك ضيوف في البابا توادرس، نجوم المجتمع بكل اطيافه في حلقاتك. خليني اعرف منك جاتك الفكره ازاي، وايه الشرس اللي بيعمل برنامج بيكلمني في الاسلام السياسي والدوله، وازاي نوقفها على رجليها، وهذا الرقي في تقديم النوع ده من البرامج. انا بسجل شكري ليكي كزميله وكاستاذه، ويعني هذا الكم من يعني التقدير ده تقدير كبير، انا يعني بشكرك عليه، بشكرك حقيقة، بشكرك عليه والله، صدقيني والله أنا بشكرك من قلبي، يعني ده حق حضرتك جدا. إحنا محتاجين الرقي ده في اللي بنقدمه. أنا عايز أقول لحضرتك الفكرة مش برنامج وبيخلص، فكرة في الأثر اللي سبته. ما أنا دايما بقيس نفسي يعني لو أنا اتبسطت في الحلقة بحس إن المشاهد اللي بيسمعني اتبسط. أنا طلعت بعد ما سمعت حلقة حضرتك بموت تاني بمشاعر إنسانية، عندي محبة لكل الناس، عندي راحة، عندي لجوء لربنا بشكل، في البرنامج كده وصل. صدقيني ده كان الهدف فلسفة البرنامج. أنا عشان أكون معك أمين، أنا طبعا أنا متربي في بيت صوفي، يعني ووالدي كان وكيل شيخ الأزهر، اللي هو بيت معتدل وفكر معتدل طول الوقت، يعني طول العمر. وأنا يمكن أنا في مجال شغلي كصحفي تابعت الإسلام السياسي، فزادت قناعاتي باعتدالي واعتدال أسرتي والتصوف والدين المصري. أنا بعتبر أن مصر عندها دين لوحده، ودين في على فكره دين الاصل في الدين المصري الانسانيه. هو يمكن الدين المصري ده تشوه لما دخلوا الاسلاميين، يعني لما دخلوا عليه وجابوا لنا ثقافه دينيه غليظه مش صعبه جدا جلفه، دخلت علينا عملت لنا مشاكل كتيره جدا، مشاكل في الانسانيه قبل ما تكون مشاكل في السياسه وعلى الارض. طيب انا حبيت اقول من ورا انا عايز اعرف بقى فكره البرنامج، اسم البرنامج، اختيار ضيوفك تم ازاي؟ يعني اديني كده نبذه عن البرنامج واهم تفاصيله، لان عايزه اقرب من البرنامج اكتر. انا كنت والله يا استاذ كنت معني بفكره انه انا عشان اكون معاك امين برضه، انا شفت ان ربنا تشوه عند اذهان الناس، يعني بعض رجال الدين شوهوا صوره ربنا في اذهان الناس، فبقى ربنا عند اذهان الناس الغالبيه العظمى عشان برضه ما اعممش انه ربنا غليظ وبيعذب في القبر وانه يعني ما بيغفرش بسهوله، وانك انت لازم تستغفره كتير عشان يغفر لك ذنوبك، وانك انت يعني وهتخش والنار الاصل في الحساب هو النار وليس الجنه، والاصل هو انه لازم تقرع ولازم تتعذب ولازم تتبهدل وانه مش هيسيبك، وانه في حين انا شايف، انا مؤمن ان ربنا محب للناس، محب للإنسان، وهو فعلا بيسر له كل أموره، وحتى لو الإنسان أخطأ فهو بيسامحه بشرط أنه يعني ما يصرش على الخطأ ولا يصر على الإزاء
وطول ما المحبة موجودة، طول ما ربنا موجود في حياته، أنا شفت إن العلاقة بين الإنسان وربنا بسيطة وسهلة وموجودة وسهلة. وإن قررت ربنا تحول ده لبرنامج إزاي؟ ولقيتش إن يحصل وقعة في النص ما نوصلش توصل الفكرة بشكل صحيح؟ أنا من هذا المنطلق اللي بقول لحضرتك عليه، إنه أنا شفت إن ربنا تشوه في أذهان الناس من خلال رجال الدين بين قوسين يعني رجال الدين، فشفت انه لا، انه ربنا ابسط من ده كله، وان ربنا ممكن تكلمه بسهوله وتقف وتلاقيه بسهوله وتلاقي ربنا بسهوله، بشرط ان قلبك يعني فعلا تحس انه جنبك. انا يا استاذ ألفت، انا من الحلقات اللي انا وقفت عندها كتير حلقه الشحات مبروك، الكابتن الشحات مبروك انسان بسيط بالمناسبه، هو يعني لا رجل لا متعمق في الدين ولا مثقف في الدين، بس أنا وقفت عنده قال لي أنه ربنا، أنا بلاقي ربنا لما أحتاجه، لما أحتاج ربنا بلاقيه. أنا قعدت 11 سنة ما بخلفش وطلبت منه أخلف وداني، ولما مراتي دخلت عشان تولد وخفت على مراتي وخفت على الجنين وكلمت وقلت له يعني طلعوني بالسلامة، أنا مش عايز منك غير طلعوني بالسلامة، وانه قال لي انه ربنا على فكره انا ممكن ما اكلمش ربنا بس بكلمه بقلبي بروحي، انا لو اخرس اكلمه ازاي، انا لو ابكى بابا شنوده كان بيقول ربنا موجود، والبرنامج ده بابا شنوده كان عنده مقوله معروفه جدا طبعاً بتقول ربنا طبعاً موجود طبعاً، فالبرنامج ده في كل ثانيه بيقول ربنا موجود بالظبط. لقائك مع البابا توادرس كمان واللي اتذاع يوم العيد وليله العيد كان لقاء دافي جدا، انا سمعت منه كتير. لقاء عظيم يا استاذه ألفة، كان لقاء عظيم. أول مرة بسمعه يتكلم عن عيلته وعن أخته اللي توفت وهو مسافر. أولاً يعني خلينا أقول لك قداسة البابا وافق على البرنامج فوراً على غير العادة، على غير العادة. أنت عارف حضرتك المطالب الحوارات مع قداسة البابا كثيرة من كل وسائل الإعلام العالمية، مش بس المحلية ولا الإقليمية. وطبعاً لأنه وقته ثمين بيختار بيعمل حوار أو حوارين في السنة، هي طبعا دي مشاغله الكبيره والجمه يعني. فاحنا بمجرد ما عرضنا فكره البرنامج وافق فورا. يعني انا يكفي ان انا اقول لك ان في 48 ساعه قدس البابا وافق وحدد موعد. ولما قابلته قدس طبعا وكان لي الشرف العظيم قال لي يا ابني البرنامج عظيم والفكره اعظم والاسم اعظم. وتجلى في الحوار وحكى قصه شقيقته، دي كانت لاول مره انا اتصور انه يحكيها. يمكن هو حكى، انا كنت اول مره اسمعها، يمكن هو حكى قصه والدته رحمه الله عليها، لكنه لما حكى قصه شقيقته وازاي بكى في الطياره وازاي شعر ان في راكبه اجنبيه كانت جنبه لما شافته بيبكي وقالت له تبكي ليه، فقال لها اختي توفت وسابت طفلين، وازاي ان الست هذه السيده يعني قعدت تطبطب عليه واستخدم لص تطبطب عليه، قعدت تطبطب عليا وقعدت تستهون عليه كأنها أم لي وليها رحمة الله عليها. هذا الحوار كان حوار سريع. كانت أخته القريبة من قلبه وماتت وهو مسافر بعد ما كان سايبها تعبانة، ولكن ده أثر فيه كتير. وبيقول إنه قبل ما يسافر راح سلم عليها وكأنه بيودعها، وهذه الوفاة أثرت فيه جدا وبكى بكاء شديد وكلم ربنا وطلب منه. جمهورك اللي أنت بتستهدفه بالنوع ده من البرامج؟ نعم. انت بتفكر مين المستهدف ليك يا استاذ احمد؟ انا بستهدف الانسان يا استاذ ألفت، صدقيني والله انا بقول للمواطن. ولو على هذا الاستهداف انت وصلت جدا والله يا استاذ ألفت، صدقيني انا بكلم الانسان العادي بقول له ربنا جميل ومحب وبيحبك وقريب. صحيح. فانا رحت للمشاهير، المشاهير لانه يعني مواقفهم توصل اكثر من الناس. انا في اكثر من زميل بيكلمني يقول لي طب اعملوا مع الناس، الناس عندها حكايات مع ربنا. صح، ده كلام حقيقي، ان فعلا الناس عندها، كل واحد فينا بطل قصه مع ربنا صدقيني. لكن انا رحت للمشاهير على اعتبار ان رسالتهم اكبر وتوصل بصوره شموليه انا كان هدفي من ده كل البرنامج انه ربنا بسيط وتلاقيه لما تعوزه، وربنا قريب جدا. صحيح. وعايز اقول لك انه يعني انا حتى انا طبعا بعض الاسلاميين
شاوروا واتكلموا وانتقدوا البرنامج واسم البرنامج. انا توقعت ان ده هيحصل لان فكره طبعاً. ان هم لازم يلغوا عقل البني ادم ويبقى ازاي علاقه بينك وبين ربنا، لا لازم يصعبوها ويبعدوا ربنا ويصعبوا الحوار بينك وبينه ويعملوا مسافات ويزيد تشويهه. بالظبط. انا اولا دول مش جمهوري ولا جمهور البرنامج، هؤلاء الاسلاميين دول مش جمهور، دول اللي متطرفين مرعبين، ودول سبب المشكله الكبيره اللي تشويه صوره ربنا عند اذهان الناس، لانه هو بيقدم ربنا. الخطط القادمه ايه يا استاذ احمد؟ هل سيتحول لبرنامج تلفزيوني وتبقى حاجه يعني عظيمه جدا وهيتشاف على مستوى اكتر؟ هل هيكون اسبوعي؟ هل هيبقى في حلقات تانية؟ لان انا زعلت لخلصان رمضان علشان البرنامج حلقاته وقفت. والله يا استاذ ألفت، هو البرنامج ملك للراديو 99، هو صاحب القرار. يمكن انا كنت في لقاء مع السيد شريف صلاح رئيس الاذاعه، وكان معنا زميل كبير من زمان زملاء الاساتذه الكبار، وطرح عليه نفس الطرح ده انه البرنامج يتحول الى برنامج تلفزيوني، قالوا لا ده ملك 99، احنا يعني احنا سعداء بهذا البرنامج اللي هو اصبح تيمه من تيمه رمضان يعني. فيعني القرار قرار 90، راديو 99، لكن انا في كل الاحوال سعيد بنجاح البرنامج، مبسوط يعني زميلة قديرة ومحترفة. أنا بحيي حضرتك، أنت أكتر يعني برنامج أنا غيرت منه في كل سنين اللي اشتغلتها. عايز أقول لحضرتك ممكن كانت تعجبني حاجة في برنامج، تعجبني زيادة لكن أنا ما تمنتش فعلا لك ربنا. طبعا بتمنى لك كل التوفيق، سعيدة وما أفتكرش حد ممكن يعمل في البرنامج زي ما حضرتك وصلت للناس جدا. والله دي شهادة كبيرة يا أستاذة، ده حقك يا فندم. حضرتك يعني يعني زميلة وأستاذة عزيزة وقديرة ومحترفة ومحترمة، بشكر انها تقول الكلام ده في حق البرنامج ده. انا ده اقل ما يكون بقى. انا بشوف وبتابع تعليقات الزملاء واساتذتنا الكبار كمان اللي احنا يعني بنتعلم منهم على البرنامج قد ايه قوي، قد ايه حضرتك اضفت له بلمسات بسيطه، قد ايه حضرتك قدرت تطلع اللي جوه قلوب الناس بشكل بسيط جدا، وده مش اي حد يعرف يعمله، مش اي حد يقعد يتكلم مع حد هيعرف يطلع على حضرتك طلعته، ودي كمان يعني دي لي حضرتك شخصيا يعني. دي شهاده قديره وانا اتعجز الكلمات ان انا ارد لك هذه الاشاده. والله يا استاذ ألفت حقيقي والله صدقني انا ما اعرفش حضرتك سمعت ولا، انا شكيت ان ده الضيف اللي كنت معايا يوم السبت في يوميها بتكلم على حاجه، وهو ده الضيف اللي عامل البرنامج الراقي الانساني الصوفي الناعم ده. لا يعني انا بشكر حضرتك جدا وكل تمنياتي بالتوفيق، محتاجين النوع ده كتير قوي. اشكرك والله واشكر الزملاء، ويعني بجد والله شكرا 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 شكرا. ده حق حضرتك، كل ما هو قيم يقدر، كل ما هو يرفع الوعي العام، كل ما هو يرجعنا لانسانيتنا. اعتقد ما فيش اسمى من كده يكون هدف للاعلام ان احنا نرجع لادميتنا وانسانيتنا. بشكرك جدا استاذ احمد الخطيب الكاتب والصحفي مقدم برنامج كلم ربنا. من ضمن الحاجات العظيمة اللي حصلت الشهر ده كان البرنامج ده، وانه يقفل الحلقات تقريبا، او كان في وسط الحلقات قداسة البابا توادرس، اعطى قيمة حقيقية وكان بيتكلم من قلبه جدا. يمكن كمان قبل ما انتقل، انا ماليش في الدراما قوي وبقالي كتير يعني مش منجذبة لشيء درامي، بقالي سنين تقريبا، لكن كان في جزيرة غمام شيء من الدراما الإنسانية المحترمة اللي بتقدر قيمة علاقة الله بالإنسان فقط، وإن الإنسان قد إيه لما يبقى قلبه مع ربنا. كان برضو مسلسل درامي عظيم 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 للكاتب الكبير عبد الرحيم كمال، وده قيمة يعني في الكتابة الدرامية تقريبا ما بتتكررش، ومش شبه حد، وأحداث مش شبه حاجة كده، كانت برضو فيها رقي ياخدنا فقط للمنطقة الإنسانية اللي بيجتمع فيها الإنسان على أن احنا المحبة، التواصل، التسامح، التعاطي، أن احنا نتعامل مع بعض بتقدير لبعض. دي كانت منطقة أيضا هامة جدا في رمضان. هنكمل مع حضراتكم، ويمكن من الحاجات اللي احنا ما قدرش نغفلها الصحة، توجه فريق الانتشار السريع لتقديم الدعم للمواطنين، وده يعني مش بعيد أبدا على وزارة الصحة اللي كان الضغط عليها كبير جدا خلال السنتين اللي فاتوا. أكدت وزارة الصحة والسكان أنه يتم توجيه فرق انتشار سريع بكافة المحافظات لتقديم التأمين الطبي والدعم الطارئ في حال وقوع أزمات أو حوادث. وأضافت وزارة الصحة والسكان أنه تم مراجعة المخزون الخاص بأرصدة الأدوية وأكياس الدم بجميع الفصائل بمراكز وبنوك الدم على مستوى محافظات الجمهورية. وأضافت للتأكد من أرصدة المستلزمات الطبية وكافة الأجهزة الطبية للتأكد من تقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين.
كما تم مراجعة توافر اللقاحات لمضاد الفيروس كورونا، وأوضحت أنه من ضمن آليات خطة التأمين الطبي للوزارة تفعيل دور الغرف الوقائية بكافة مديريات الشؤون الصحية واستمرار الحملات الرقابية على المحلات والمنشآت الغذائية بجميع محافظات الجمهورية. تحية لوزارة الصحة اللي بقالها سنتين يمكن من أول فيروس كورونا وهي واخدة على عاتقها، وبيزيد الحمل والعبء ده أكيد في الأعياد والمناسبات. معانا على الهاتف دكتورة جميلة نصر، أستاذ ورئيس قسم القلب بجامعة قناة السويس والتأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية. مساء الخير يا دكتورة. مساء النور، أهلا وسهلا. أنا سعيدة جدا أن بشارك دايما كده في يعني البرنامج العظيم الحقيقة. إحنا كمان سعداء بحضرتك. أنا بأكد أن أنا مع حضرتك طبعا، وأن إحنا طبعا دلوقتي كل سنة طيبين بمناسبة العيد، وطبعا وزارة الصحة والسكان هي قايمة بشكل منهجي كبير جدا وعلى أسس علمية، وزي ما حضرتك أشرتي أنه تم رفع فعلا درجة الاستعداد في جميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية، وحصل في تكثيف واضح لتواجد الفرق الصفية بين الأطباء والتمريض والتأمين في أقسام الطوارئ بالتزامن مع احتفالات الأعياد، سواء عيد القيامة المجيد أو عيد السبت. إيه أهم الاستعدادات اللي بتكون حريصة وزارة الصحة على اتخاذها يا دكتور؟ هي الحقيقة أخذت شقين. أولا إنها يعني كان فيه اهتمام كبير جدا بالطب الوقائي، وكان فيه اهتمام بتشكيل الوعي المجتمعي الصحي، وكان فيه نصايح من ناحية سلامة الغذاء، وإن إحنا برضو رسائل الجماهير للتوعية إنه يبقى فيه وعي صحي بياكل بشكل معين، رسائل صحية في طريقة الغذاء وغيره. في نفس الوقت كانت حريصة وزارة الصحة والسكان على رفع درجة استعداد المستشفيات، عملت فرق للانتشار السريع في كل محافظة عشان تقدم الدعم لأي من المستشفيات. كمان الحقيقة كان لو في حصلت أزمات كانت بتجهز على طول فريق الانتشار السريع. دي شملت الحقيقه برضو اكثر من 2000 عربيه اسعاف ومكافاه على الطرق والمحاور، وده كان اهتمام كبير جدا وخد يعني اتجاه مهم جدا. برضو كانت موجوده العربيات الاسعاف في الميادين الرئيسيه بتغطيها في المحافظات، يعني بما ان الناس بتخرج اكتر. طبعا كمان كان في توفير للانشط للاسعاف النهري، كمان اعتقد اكتر من 10 لانشاط للإسعاف النهري، وده برضو اتجاه لضمان إن السكة تبقى يعني مفتوحة في حال الحوادث أو الاحتياج الكبير يعني. طبعا، وكان زي ما سيادتك قلتي برضو مراجعة للتجهيزات والأدوية والمستلزمات الطبية بجميع المستشفيات، والتأكد إن في توافر أرصدة كافية، رفع درجة الاستعداد بالإدارة العامة للتموين الطبي، تواجد نبطشي على مدار الساعة. الحقيقة كان واضح جدا كمان إن بقى في مراقبة شديدة، واحنا شفنا سيادة الوزير كان برضو حريص انه بيمر على يعني عدة اماكن وعدة مستشفيات بنفسه عشان يتأكد ان المواطن المصري بياخد حقه من الرعاية الصحية في فترة الأعياد. بشكرك دكتورة جميلة نصر، أستاذ ورئيس قسم القلب بجامعة قنا، وأتمنى لحضرتك وكل الفريق الطبي أن أنتوا تقضوا أجازة سعيدة، لأن فعلا بتتعبوا معانا طول السنة وأنا شايفة فيه مجهود كبير واضح جدا. هنكمل مع حضرتكم لكن المرة دي مع الصحة العالمية. حذرت منظمة الصحة العالمية انتشار وباء الوزن الزائد والبدانة في أوروبا، موضحة أن الوباء يحصد أرواح أكثر من 1.2 مليون شخص سنويا، وأشارت المنظمة بفرعها في أوروبا الذي يضم 53 بلد في تقرير جديد نشرته اليوم الثلاثاء أن معدلات الوزن الزائد والبدانة وصلت إلى مستويات وبائية في جميع أنحاء المنطقة، وهي يعني أخذت في الارتفاع. وبحسب منظمة الصحة العالمية يعاني ما يقرب من ربع البالغين في أوروبا من البدانة المفرطة، وده شيء مرعب. خلينا أقول لكم، عايز أفكركم بس في حاجة، في اللقاءات سيد الرئيس الفترات اللي فاتت كنا بنسمعه بيتكلم ان الواحد لازم يحافظ على وزنه، مش عايز حد تخين. بدات الناس تتريق على حاجه زي كده وتشوف ان ده شيء يعني مش المفروض الرئيس يتكلم فيه، بالرغم ان ده ممكن يبقى عبء اذا كان على اوروبا ده عبء، ما بالكم بقى على دوله ناميه بقدر مصر. فاكيد احنا محتاجين نبقى في احسن حاله. يعني معانا على الهاتف دكتوره هاله عسكر، واستشاري تغذيه على جامعه. مساء الخير يا دكتوره. اهلا، مساء الخير. كل سنه وحضرتك طيبه.
كل سنة واحنا طيبين كلنا يا رب، كلنا بخير. انا عايزه اقول لك المكالمه مش في وقتها في وسط الكحك اللي عندنا واللي عندكم دلوقتي، يعني هنعمل ايه في الكحك؟ يا ربنا يكتر الافراح يا رب، يعني محدش يقول لي ما تاكليش كحك بقى، يعني التوقيت صعب قوي. لا الكحك هنتكلم دلوقتي بس. قولي لي يا دكتور عايز اكل ومش عايزه ازيد. لا مش هتزيد ان شاء الله. اكل بالمعقول. اسباب تحذير الصحه العالميه ايه بهذا الوباء، وخاصه لاول مره يبقى في كلام رسمي عن البدانه، واوروبا اللي هي يعني بلد الرشاقه طول عمرنا بالنسبه لنا هم الايدل في الرشاقه يعني. باختصار شديد التقرير نزل يعني من خلال ساعات فاتت، كان بيتكلم وبيشير ان نسبه السمنه على مستوى العالم وخصوصا اوروبا زادت جدا، وارتفعت النسبه دي بالمقارنه بينها وبين امريكا. يعني كانت امريكا الاول كانت هي صراحه نسبه سمنه اعلى، بس حاليا اوروبا. ده يعني بيتخلل الشرح، التقرير بيشرح ايه الاسباب اللي ايه الاسباب الدراسه نتيجه لجائحه كورونا اللي حصلت للعالم، الوباء اللي حصل للعالم في السنتين الاخرين او الثلاثه اللي فاتوا. فده خلى الاتجاه لمنظمه الصحه العالميه والناس المهتمين بالصحه والناس المختصين والناس اللي هم بيهتموا بالصحه العامه والتغذيه حبوا يعني اتعمل ابحاث على مستوى واسع شويه. فمن خلال الابحاث ظهرت يعني احصائيات جديده، لو ان مستوى السمنه اصبح بقى وباء، لان طبعا نتيجه السلوكيات الخطا والاكل الخطا ادى الى زياده الوزن بشكل مفرط في اوروبا وفي امريكا وحتى في الدول العربيه. وقال طبعا ان التقرير بيقول انه ده ظهر على الناس اللي هي اللي حصل يعني اللي اصيبوا بالكورونا، بدأوا يعملوا ابحاث ان الناس الاكثر سنا هم كانوا اكثر عرضه للاصابه او اكثر عرضه للاعراض. وقال ان التقرير بيقول ان الاسباب السمنه العاليه دي ادت الى يعني اصابه الناس بعواقب السمنه او مضاعفات السمنه من مشاكل كوليسترول وقلب ومشاكل في الدوره الدمويه، فبالتالي ادت الى حدوث ارتفاع نسبه الوفيات، واطلقوا على الكلام ده شكل وباء. ودي لاول مره يشيروا للسمنه بالشكل ده وكلمه وباء، يعني لانه الموضوع بدا يدخل في خطوره. اتفقنا ان هو الابحاث اتلزمت، يعني جائحه كورونا خلت الناس تهتم قوي منظمه الصحه العالميه اكتر في الدراسات، تعمل دراسات اكتر. وبعدين انا بتكلم على منطقه فيها 53 دوله، شيء مش سهل ابدا، معنى كده اقرار بالازمه حقيقه يعني. ما هو التقرير كمان بيشير الى نقطه اول مره يتكلم فيها. انا قرات التقرير بالتفصيل يعني، و يعني فهمته كويس قوي كل كلمه. فهو بيقول انه نسبه الناس اللي هم بيعانوا من السمنه نواتج الهضم او نواتج الايض، نواتج التمثيل الغذائي بتبقى عاليه، فده بيزيد نسبه ثاني اكسيد الكربون في الجو، فبالتالي بيحصل زي كده عمليه تلوث عام. فالجو التلوث مع الاكل الغير صحي ده بيؤدي الى السمنه، مع السمنه مرتبطه بوقت. هل ممكن اسالك عن مصر؟ هل احنا عندنا نسب او يعني في اعلان عن نسب او رصد لنسب معينه؟ بصي انا ما اطلعتش على النسب اللي موجوده في مصر، ولكن انا من خلال ما انا بتابع يعني، انا موجوده في مصر حاليا، فشايفه طريقه الاكل ازاي على مستوى الشغل اللي بشتغله. لا طبعا احنا بناكل ازيد كتير من صحيح. عندنا نسبه سمنة عاليه بصراحه يعني. طيب أنا ازاي اكل وما زدتش وبسرعه وبروشيتا كده سريعه؟ بروشيتا سريعه هقول لك على معادله بسيطه جدا كلنا ممكن نعملها دلوقتي على الموبايل. احنا هنقيس، كل واحد هيقيس هنا هو مكانه فين من مستوى السمنة عشان تعرفي تعالجي، نعرف احنا فين الاول، احنا هل احنا وزن طبيعي ولا احنا اوفر ويت زيادة وزن ولا احنا سمنة. هتجيبي الوزن بتاعك الحالي، الرقم الوزن الحالي هتقسميه على مربع الطول، يعني طولك مرتين هيطلع لك رقم. الرقم ده اذا كان اقل من 25 فاحنا في النسب الطبيعية، إذا كان أكتر من 25 يبقى دخلنا في نسبة الزيادة في الوزن. إذا كان فوق ال 30 فإحنا ريدي فعلا الشخص ده مصاب بالسمنة. فكل واحد دلوقتي ممكن يعملها ببساطة على التليفون. أوكي. إزاي ناكل؟ السؤال بقى تاني، إحنا خلاص عرفنا إحنا فين مكاننا. لكن سريعا أرجوكي.
ليه؟ يعني سريعة. حاضر. لو احنا في الاعياد والمناسبات احنا عندنا عموما الشعوب العربيه كلها احنا بنحتفل بالاكل، يعني احنا احتفالنا ان احنا نعمل اكل، احنا احتفالنا ان احنا نعمل اكل. فاحنا نظرا كمان للظروف الاقتصاديه اللي بتعاني منها العالم كله بيعاني منها، فاحنا المفروض اساسا عشان صحتنا احنا كمان ناكل بـ بـ بكميات صغيره. يعني لو احنا كنا في الاعياد دلوقتي كنا مثلا طلعنا من الكنافه والقطايف في الحلويات الشرقيه دخلنا على الكحك، فناكل اقل اكل فيه او اقل نوع فيه سكريات، بسكوت واحده او اثنين مع كوبايه شاي من غير سكر، نقلل بقدر الامكان من السكر اللي مستخدم في البيت. خلاص هو يعني عموما انا هاخد كلام حضرتك مؤكد وهنمشي عليه. احنا خلصنا الكحك فهناكل الباقيين الكحكتين الباقيين من غير سكر مع الشاي. بشكرك دكتوره هاله عسكر استشاري تغذيه علاجيه. فكره ان احنا ناخد بالنا من نفسنا لنفسنا ده شيء هام جدا. انا كنت في وقت من الاوقات وزني زايد، ده كان مزعج في كل حاجه، في حركتي، في لبسي، في ثقتي بنفسي، في انطباعات الناس وهي بتتعامل معايا. الفرق انا عشان حسيت بالحكايه الفرق معايا بقى العكس، مجرد ما وزني نزلت وزني نفسيتي بقت افضل. بقيت انا نفسي دلوقتي بشوف الاكل بقيت بخاف منه من كتر ما انا قد ايه مبسوطه. يعني مش بتكلم حد ما جربش، قد ايه مبسوطه ان انا عرفت احافظ على الوزن ده. فكره ان انا بقيت بخاف، كنتش قادره اتحرك، كنت ببقى الاقي صعوبه ان انا اخدم الولاد، ان انا اعمل شغلي. فدلوقتي لا، انت اخف، انت اكثر يعني حتى ثقه في نفسك يعني. فبتمنى للكل فعلا يحافظ على نفسه. يعني من الحاجات المهمه جدا ودائما بنتكلم في الاقتصاد، لانه في المرحله اللي احنا فيها دي في تشويش خارجي كتير وخاصه على ناحيه الاقتصاد المصري. لكن الحمد لله نشر مركز معلومات مجلس الوزراء انفجراف عن اقتصاد المصري موضحا ان الاقتصاد المصري اثبت قدرته على مواجهه التحديات بمرونه لا مثيل لها، حيث نجح في تحقيق فائض اولي من الناتج المحلي الاجمالي خلال عام 2021. خلينا ناخد مع حضراتكم ونعرف اكتر عن الارقام، لان مش حابه اقول ارقام، حابه نسمع من دكتور احمد سمير عضو اللجنه الاقتصاديه بمجلس الشيوخ. سياده النائب برحب بحضرتك. اهلا بك يا فندم واهلا بكل المشاهدين. كل سنه وحضرتك طيب يا فندم. وحضرتك طيبه وبخير ومصر كلها طيبه وبخير. حضرتك بتقضي عيد ازاي يا سياده النائب؟ بعيدا عن اللي سمعته في موضوع الكحك والسمنه. لا بس مالناش دعوه، هناكل شويه برضه. طبعا طبعا. لا العيد في مصر مختلف، في العيد في مصر مع الاسره والاصدقاء وجو الألفة دوت. بلدنا مختلف عن أي بلد في الدنيا في كل حاجة، في رمضان وفي العيد وفي كل حاجة، كل مناسباتنا يا رب تبقى سعيدة على بلدنا ودايما تنعم. ده حقيقي بيخلينا نشعر بقيمة الوطن، بفكرة أمن وأمان طول الطريق. وأنا جاية أسر كل واحد بيحتفل على قدر يعني مقدرته المادية، فعايز أقولك الكل في مصر بيعرف يفرح. البلد بالزبط. دي فعلا بلد مبهجة يعني. بالظبط، كل الامكانيات كل الطبقات تقدر تفرح بابسط زي ما ب 10 جنيه تعرف تخرج انت ولادك، ومليون جنيه برضه في مصر تعرف تخرج الحمد لله. وفعلا الواحد لما بيسافر بره وبيرجع مصر بيعرف ان بلدنا قد ايه جميله وقد ايه ناسها وكل اللي فيها، رغم كل اللي احنا بنحاول نقول عليه كل حاجه ايجابيه، لكن فعلا بلدنا مختلفه وبلدنا ليها حق كبير علينا في المرحله الجايه. خلينا استفيد بوجود حضرتك ونطمن الناس اللي بتحتفل وبتفرح دي على تقييم فائض اولويات العام لعام 2021 و20. طيب خلينا نقول جزء في البدايه فيما يتعلق بالاقتصاد. احنا النهارده العالم كله بيمر بازمه كبيره، الازمه دي نتجت من بعد ازمه كورونا، كان في زياده على الطلب ومن ثم زياده التضخم في الولايات المتحده الامريكيه كاكبر قوه اقتصاديه في العالم، ارتفع التضخم فيها من 2% ل 8%، وبعدها جت الحرب الروسيه الاوكرانيه اللي زادت بشكل كبير جدا الضغط على الاقتصاد بزياده التضخم وزياده اسعار الطاقه والشحن وكل ده. كل دوت ليه تاثيرات على العالم كله بكل دوله، لان العالم كله في اقتصاديا بيبقى قريه صغيره. هنتأثر، لكن النهارده الاقتصاد المرن المصري اللي نتج عن خطة إصلاح اقتصادية قوية في 2016 ووجود خطط لمواجهة الأزمات في المرحلة الحالية بيساعدنا بشكل كبير جدا. التقرير اللي حضرتك أشرت إليه أشار إلى وجود فائض أولي. طيب اقتصاديا يعني إيه فائض أولي عشان الناس تفهمها ببساطة؟ أرجوك. هو الفرق بين الإيراد بتاع الدولة ومصروفها باستبعاد فوائد الدين، يعني لما نستبعد فوائد الدين من المعادلة دي فالإيراد بتاعنا ناقص مصروفنا بيحقق لنا فائض. ده بيدينا رسالة لإيه؟ بيدينا رسالة إن النهاردة مصر عندها قدرة على مواجهة التحديات في المرحلة دي، وإن مصر زي ما مصروفاتنا بتزيد كل سنة كمان إيراداتنا بتزيد كل سنة، إن كمان صرفنا على الاستثمارات بيزيد بشكل كبير جدا، صرفنا على قطاع الصحة مثلا في الموازنة اللي فاتت 22%، البنية التحتية، المحافظات الجديدة
بالظبط. انا هبدا لك بالصحه، الصحه لان هي بتهم كل مصري، العلاج والصحه والتامين الصحي الشامل وتطوير المستشفيات وعمل المستشفيات وضعه جيد جدا. وخليني اقول لحضرتك يا دكتور، ده من الحاجات اللي لها مردود، يعني طول ما الصحه سليمه، طول ما في ناس بتشتغل، طول ما الدنيا كده في امن اكتر. بص يا فندم، كل ثلاث محاور اساسيه هما التعليم والصحه صحة. والاكل والشرب. بالظبط، دول المحاور الاساسيه اللي بتهم كل بيت مصري وكل مواطن مصري، لان النهارده ما حدش ما بيعلمش اولاده، ما حدش بخط بعد الشر لما بيتعبش وما يروح مستشفيات، ما حدش ما بياكل ويشرب. فهم المحاور دي لو عندنا طمانينه بمنتهى بصيغه البلديه، يعني بصيغه البلد، لو عندنا طمانينه على الثلاث محاور دول مهمين جدا. مصر النهارده عندها وفره في السلع الاستراتيجيه ومخزون استراتيجي يكفينا لنهايه السنه بشكل كبير. محتاجه مصر النهاردة اخد نقطه اخيره من حضرتك، وهي ان البنك المركزي اشترى 44 طن من الذهب من فبراير الماضي، وده يمكن يعني فرق كتير جدا في المخزون الان. بص يا فندم، السياسه النقديه والسياسه الماليه والتعاون مع وزارات الحكومه ووزارات المجموعه الاقتصاديه بيتم بشكل جيد للغايه، والناس مركزه في كل التفاصيل اللي بتتم بالتشاور مع اللجان الاقتصاديه في مجلس النواب ومجلس الشيوخ بشكل يعني جيد. حضرتك راضي كده؟ يعني خليني اقول بين السطور، حضرتك راضي على الاداء الاقتصادي للبنك المركزي او المجموعه الاقتصاديه فيما يتعلق بمعالجه الازمه العالميه اللي موجوده؟ مصر من اكثر الدول اللي عندها اجراءات احترازيه وتفيدها في هذه المرحله. في طبعا حاجات كتير نفسنا تبقى افضل، زي الاستثمارات الخارجيه اللي احنا عايزين نتكلم فيها بشكل كبير، وازاي نطورها وازاي نجيب استثمارات خارجيه من الخارج. في حاجات كتير عايزين نشتغل عليها ودايما نتطور، لان كل ما احنا بنتطور كل ما بلدنا بتبقى اقوى على النطاق الاقتصادي. وطول ما في حد بيتكلم وبيوجه زي ما حضرتك عملت سياده النائب، يبقى احنا كده برضو في الطريق السليم. بشكرك جدا دكتور احمد سمير، عضو اللجنه الاقتصاديه بمجلس الشيوخ، على هذه المكالمه او مداخله القيمه. يعني كمان هنكمل مع حضراتكم بالشأن الخارجي مش الداخلي فقط، وهنتكلم عن اعلان جوزيب بوريل ممثل السياسه الخارجيه بالاتحاد الاوروبي ان الاتحاد الاوروبي يستعد للكشف عن خطه لاستبدال ثلثي الغاز الروسي هذا العام، معلنا ايضا عن حزمه عقوبات سادسه على روسيا. خلينا نعرف اخر الاحداث واخر التطورات ما بين الحرب الروسيه والحرب بينها وبين اوكرانيا دلوقتي وتاثيرها على اوروبا والعالم، وهنشوف وصلت لفين. معانا دكتور اكرم حسام الخبير في الامن الاقليمي. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا فندم، كل سنه وحضرتك طيب. دكتور، عايزه اعرف الحرب الروسيه الاوكرانيه وصلت لفين، وهل في ضغط اوروبي لزيادة استنزاف روسيا وأنها تترك في الحرب حتى تستنزف إلى آخر نفس؟ هل توجه أوروبي الآن؟ طبعا واضح من السيناريو الذي يدور يعني خلال الأسابيع والأيام الأخيرة، الحرب ممتدة يعني لفترة أطول، والحديث الذي يدور عن فرض حزم جديدة من العقوبات من جانب الاتحاد الأوروبي للتخلي بشكل كامل عن امدادات الطاقه من روسيا او امدادات الغاز والطاقه من روسيا، تدل اكبر دليل على بالفعل الحرب ستاخذ مدى زمني اطول، كالتعديلات على مستوى الداخل الاوروبي ل يعني تهيئه المناخ الداخلي لتحمل هذا المشقه المترتبه على موضوع حظر النفط او تقليل الاعتماد على النفط والغاز من روسيا. وبالتالي الحرب على ما يبدو انها بالفعل يعني سيطول امدها، وهذا ربما يكون هو السيناريو المخطط له من الجانب الاوروبي والامريكي، اطاله امد الحرب واستنزاف الجانب الروسي بشكل اساسي. في بعض المحللين رصدوا ان الروبيل الروسي ارتفع الايام دي لما كان عليه قبل سنتين، حضرتك تترجم ده ازاي؟ وعوده الاقتصاد الروسي لقوته مره اخرى. لا، واضح، هو واضح ان الاقتصاد الروسي يعني حتى الان ما زال يقاوم العقوبات المفروضه عليه من الجانب الاوروبي ومن الجانب الامريكي، ويبدو ايضا ان كان هناك استعدادا روسيا مسبقا لهذه العقوبات التي يعني بالفعل اعلن عنها حتى قبل تنفيذ عمليه غزو اوكرانيا من جانب الروس. عشان كده بقول هو واضح ان في خطه اوروبيه لاستنزاف روسيا. نعم، هو ده طبعا ده توجه واضح يعني جدا الايام دي، يعني فرض عقوبات بشكل مستمر، حزم مستمرة من العقوبات، الحزمة السادسة تتحدث عن منح فترات انتقالية لبعض الدول التي أبدت اعتراض على موضوع الحظر الكامل. ده توزيع مكافآت كمان يا دكتور؟ نعم، ده كده توزيع مكافآت يعني.
هو واضح، واضح ان بالفعل الموقف الاوروبي بدا يعني يدخل في مرحله من الانقسام. يعني في الحزم السابقه من العقوبات لم تكن التاثيرات مباشره على الداخل الاوروبي، لكن من الواضح ان مساله الحظر الكامل للنفط وفرضها لاول مره في حزم العقوبات ستلقي باثار سلبيه على الداخل في بعض البلدان الاوروبيه، خصوصا البلدان التي تعتمد بصوره اساسيه وكبيره ولا يوجد لديها بدائل للطاقه من الطاقه الروسيه، المجر، سلوفاكيا، هذه الدول يعني بشكل كبير موقفها الداخلي سيكون صعبا في حال فرض حظر كامل للنفط والطاقه من جانب من روسيا. هناك دول لديها القدرة على التكيف مع هذا الوضع، دولة زي ألمانيا مثلا على سبيل المثال لديها القدرة على التكيف مع هذا الوضع بسبب قوة الاقتصاد الألماني. ما تم تسريبه حتى الآن من الحزمة السادسة للعقوبات والتي تتحدث عن فرض حظر كامل للنفط ردا على الطلب الروسي بإجبار الدول الأوروبية بأن تكون المدفوعات الخاصة بالغاز والطاقة بالروبل الروسي، والحديث عن فترات انتقالية حتى يعني تمنح لبعض الدول التي أبدت اعتراض على هذه العقوبات حتى 2024 تؤكد ما ذكرناه في البداية بأننا أمام سيناريو ممتد لحرب يعني مفتوحة، يعني قد يطول أجلها ربما إلى يعني أجل غير معلومة يعني. أكيد هنتابع مع حضرتك. لكن الاستعدادات الداخلية في أوروبا سواء على مستوى العقوبات حتى على مستوى الداخل وما يرشح من معلومات يعني يتم يعني الحديث عنها في بعض وسائل الإعلام وفي بعض التقارير عن يعني فرض نوع من السياسة الاقتصادية التخشفية على مستوى الداخل الأوروبي في بعض البلدان وفرض حصص معينة على بعض الحصص على بعض مجالات الاستهلاك المحلي من بعض السلع والأغذية وغيرها تؤكد بالفعل بأن الدول الأوروبية لديها عزم على أن يعني تسير في سيناريو ممتد لهذه الحرب تحقق الهدف الاستراتيجي لها وهو استنزاف أكبر قدر ممكن من القدرات الاقتصادية الروسية وكذلك يعني استنزاف روسيا على مستوى السياسي. واضح جدا من التعامل الفترة الأخيرة. بشكرك جدا دكتور أكرم حسام الخبير في الأمن الإقليمي. هنرجع تاني بعد خبرين السياسة دول وهنقول ازاي نقضي الأجازة، ازاي نستمتع، هل احنا عندنا ثقافة الأجازات؟ هناخد فاصل وهنرجع نستقبل ضيفنا ونتكلم ازاي نستفيد ونستمتع بالأجازة. برحب بحضراتكم. وفكرة مود الأعياد دي أكيد لطيفة، فكرة أن يبقى أجازتين كده ورا بعض وما بينهم كام يوم أكيد كانت حلوة جدا. أنا واحدة من الناس يعني كنت مبسوطة أن في أجازة طويلة. فكرة أجازة طويلة مش بتتحقق عندنا كتير، يعني آخرنا خميس جمعة والسبت ممكن بعض الناس، لكن مش كل الناس، وفي ناس بتاخد يوم الحد كمان. هل إحنا بنعرف نفصل؟ مش شرط انك تفصل من شغل على فكره، حتى ربات البيوت من حقهم ان هم المود في اليوم ده يتغير، النظام بتاعها يتغير، يبقى ليها منطقتها الخاصه. هل احنا كمصريين يعني انا ما بحسهاش، انا واحده الناس ما بعرفش اعمل ده، يعني طول الوقت ما اعرفش افصل، ما اشوفش اخبار. هل في حد يعني شاطر؟ يعني اعتقد ده شيء، ده حد سوي نفسيا اللي بيعرف وقت الاجازه اجازه، وقت الشغل شغل، وقت البيت بيت، وقت النوم نوم. في ناس حتى وهي نايمه شغلها عقلها بيبقى شغال. النوع ده من الناس بيجي في وقت بيقع خالص فعلا، بيبقى دماغه مش قادره تركز في اي حاجه حتى لو هو حاول يقنع نفسه ان هو مركز. فهل احنا فعلا بنعرف ناخد اجازه؟ هل فعلا بنعرف نستثمر يوم الاجازه ده؟ انا بحس انه شيء عظيم يعني، وانا بتكلم عن الاجازه انا حاسه ان جاتني طاقه كده مبسوطه بيها جدا. الناس بتعمل ايه يعني؟ هل المفروض احنا نخرج حتى لو انا قاعد في البيت؟ المفروض يبقى ليا نظام خاص كده يبقى اعكس كل الحاجات اللي انا بعملها لو انا ربة بيت ما بشتغلش. مش معنى كده ان انا طول الوقت في اجازه، ما انا طول الوقت عند المطبخ، ما طول الوقت عند الولاد، طول الوقت عندي حاجات اللي بعملها. اجازتي تبقى برضو في نفس المكان وبنفس الطريقه وبنفس الحياه، هي دي الاجازه والناس كلها قاعده معايا بقى، ده اجازه تبقى ضعف الشغل اللي انا بعمله. فكره بقى كل واحد فينا يفكر هو بيحب يعمل ايه، يضيف لنفسه ايه. خلينا نرحب مع حضراتكم دكتور حمدي ابو سنه، محاضر الصحه النفسيه بالجامعه الامريكيه واستشاري التدريب والتنميه الدولي. مساء الخير يا دكتور. دكتور حمدي برحب بحضرتك معانا وكل سنه حضرتك طيب.
لا حضرتك كل سنه حضرتك طيبه وكل المشاهدين وكل مصر بخير وصحه وسعاده وواحد البال وادام الله بيننا المحبه والود والمعروف الطيب. امين امين. دكتور ازاي نقضي اجازه؟ ويعني ايه اجازه برضه يا دكتور؟ طب انا هبدا اخد من كلام حضرتك المقدمه الجميله اللي انت قلتيها. ربنا يخليك. انت قلتي الناس اللي بيتباهوا او ما معنى الكلام بيتباهوا ان انا ما بفصلش. معلومه نفسيه حقيقيه اسمح لي اقولها، ان العقل البشري لا يستطيع العمل دون راحه، يعني لا يستطيع الاستمرار في العمل دون راحه. اذن لابد للعقل البشري ان يكون لي راحه وان يكون لي فاصل. هذا الفاصل او هذه المده اللي احنا بناخدها ديت ده لتجديد الطاقه. تجديد ايه؟ الطاقه. تمام. طب تعالوا بقى نتكلم اذا سمحتي لي عن فوائد الاجازه سيدتي. تعالى نتكلم في محورين، فوائد الأجازة في الحاضر وفي المستقبل. إذن فائدة الأجازة اللي أنا بفصل فيها عن الأداءات الروتينية أو المهام الروتينية اللي أنا بعملها كل يوم أو الضغوط اللي أنا بعملها، فوائدها في الحاضر هي تعتبر التخلص الأولي أو المستمر من المتاعب والعمل الشاق. طب نعمل إزاي بقى؟ وحضرتك ألمحت إليها، لابد ان انا اتعلم ان انا افصل. تمام يا فندم؟ ازاي؟ نحن بعض منا يقع في خطا انني اذهب الى العمل ومعي همومي الخاصه، واحيانا اعود الى منزلي ومعي هموم العمل. لا لو سمحت من فضلك اذا دخلت مكان عملك ضع همومك وضع مشاكلك الخاصه على بوابه العمل، والحاجه الوحيده اللي تسيبها وما تقلقش عليها مش هتروح منك وما حدش هي ايه هياخدها منك. تمام. في ناس هتقول لك ده كلام نظري حلو او صعب. طب ايه رايك تعالى كده نفكر في حاجه، في يا فندم حاجه اسمها اختبار. لا يا دكتور انا محتاجه تكمل، مش وقت عطل فني خالص. انا اكتر حد محتاج للروشته الجايه دي، يعني ازاي نسيب همومنا على باب البيت، هموم الشغل، واحنا جايين الشغل نسيب هموم البيت في البيت. احنا يمكن مشكلتنا ثقافتنا ان احنا ما بنفصلش قوي في المنطقه دي، الاثنين داخلين على بعض، تلاقي راجل داخل من شغله كده متضايق كان عنده مشاكل يروح مطلع بقى غلبه في اللي قاعدين في البيت، الولاد ومراته، فده فعلا بيزيد حاله المشاكل بيننا وبين بعض. فكره ازاي نستمتع في الاجازه كاهل، ده يمكن انا بدات الكلام بتاعي في الانترو بتاع الحلقه خالص عن علاقتنا الاسريه، يعني احنا كنا نبقى بدل ما كنا العمات والخالات وتلاقي الخروجه بتاعه العيد دي ايه عشرات كده في القعده، دلوقتي تلاقي الاب والام وابنهم وبنتهم، ممكن واحد من الولاد يكون كبير شويه يمشي. يا دكتور اتمنى حضرتك تكون سامعني وتكمل نكمل مع بعض. بص انا سامع حضرتك كويس، هل الصوت واضح كده يا فندم؟ حضرتك تمام جدا، اتفضل. حضرتك الانسان تعريفه في علم النفس كائن اجتماعي، وانا اضيف انه كائن اجتماعي فعالي. الحضرتك اللي قلتيه ده الصحبة، ونحن في أشد حاجة إلى الصحبة لتبادل الطاقة الإيجابية الملحة للإنسان. أي إنسان لا يستطيع أن يحيا وحيدا، لذا يحتاج أن يكون له حبيب أو إذا كان أو حبيبة، يكون لها أصدقاء مخلصين عشان كده يتبادل الطاقة الإيجابية. دكتور قبل ما نقول حاجتنا للإنسان دي، فكرة السوشيال ميديا هل ممكن تغني عن وجود حقيقي لأناس حوالينا لبشر حوالينا، إن أنا يبقى عندي عمات وخالات ولكن على الواتساب نعيد ونتبسط مع بعض على الواتساب أو على أيا كان التواصل، يعني غير تواجدهم الحقيقي على الأرض؟ دكتور أنا لست ضد السوشيال ميديا، ولكن أؤكد أنها لا غنى عن اللقاء الحقيقي والتواصل الواقعي. واسمحي لي استخدم جمله قالها الفنان الجميل احمد مكي في مسلسله الكبير قوي، احنا هنسيب العالم الواقعي العالم الافتراضي. لست ضد العالم الافتراضي، ولكن اؤكد نحن في حاجه الى العالم الواقعي وحاجه الى التواصل المباشر. صحيح. ليه يا فندم؟ التواصل المباشر تقدر تشوف الانفعالات، تقدر تطمن على بعض، تقدر لما يكون ليك صديق او صديقه او اخ او اخت او يعني حد مقرب منك يقدر يعرفك من ملامح وشك ويبدا يتكلم معاك باريحيه. لاحظ كده يا فندم لما يجي لك حد من الناس المقربين ليك ويكون مهموم وتتكلمي معاه بتلاحظ انفعالات وجهه كانت شكلها ايه وبعد الحديث معاك ابتدت بقى شكلها ايه. صح يا فندم؟ تمام. اذا لا غناء عن اللقاء الحقيقي.
من فوائد الإجازة يا فندم اللي هي في الحاضرة إعادة الحسابات. إعادة تقييم الأمور يعني. يا دكتور بتروح في أوقات صعبة جدا يعني. فكرة إن إحنا نعيد حساباتنا زي ما قال الدكتور شيء مهم جدا. فكرة إن أنا أرجع تاني وأنا رايقة كده وهادية مش تحت ضغط في الشغل معين مضايقني بفكر في الموضوع فبالتالي ممكن أخد قرارات غلط، أو تحت ضغط في علاقات أسرية وبالتالي أخد قرارات غلط. فكرة فعلا الأجازة بتخليني أهدى أروق بعيد عن الضغوط دي أو دي، فبالتالي بعيد حساباتي بشكل صحيح. ده أنا أعتقد لو الدكتور سمعني يؤكد أو يعدل على الكلام طبعا مقبول جدا. فكرة كمان إن إحنا في ناس بتحب البيت، يعني في ناس هي يعني بانبساطها وراحتها في انها تقعد في البيت، وانا من الناس دي على فكره. فهل الخروج هيضيف للنوع ده من الناس؟ انا لو سبتوني شهر في البيت ما عنديش شغل، ما عنديش استعداد خالص ان انا اخرج. يعني اتمنى ان الناس تبقى سويه اكتر من كده. فكره ان احنا الخروج في حد ذاته، نروح فين، اختيار الاماكن اللي هتضيف لي، هل ان انا اطلع في مكان فيه زحمه وفي دوشه انا محتاجه ده، ولا محتاجه المكان فيه بحر وميه وممكن يبقى ضغط مادي، لا فبلاش من الاماكن اللي فيها ضغوط ماديه. حسابات كتيره بتاخدها الاجازه، يعني في ناس بتخاف حرام الاجازه علشان ما تعملش لود مادي على الاسره، ان الاولاد عايزين يخرجوا. دكتور اتفضل انا سامع حضرتك جدا، يعني من مكان ما عايز تبدا ابدا، او التداخل عايز حضرتك اتفضل. بص حضرتك يا فندم، الاستمتاع بالاجازه مش محتاج تكلفه خالص. بشكرك انك سامعني. تمام. وفق الامكانات المتاحه يا فندم استطيع. هقول لحضرتك مثل بسيط كده، انا ممكن اعمل اجازه مع اسرتي في حاجه بسيطه، بنغير المكان اللي احنا بنلتقي فيه، بعدين في ريسبشن ممكن ندخل نقعد في البلكون، ممكن نغير. انت عارف يا فندم معظم سيدات مصر وهم سيدات جميلات تيجي العيد او تيجي مناسبه او بعد كل فتره كده تلاقيها معفنه، اقول مصطلح كده جميل، بياخدوا العفش ويلفوا بيه الشقه. ده حقيقي. ده حقيقي، ده من ضمن الطقوس بتاعت العيد يا دكتور. صح يا فندم، صح جدا. دي بتسبب سعاده، بتعمل تغيير في المود وفي البيت. صح. لا هي استمتعنا باجازه حضرتك كده لما ترجعي كده، او يعني طبعا انت حضرتك اللي هتعملي، هترجعي او بعد ما تخلصي وتقعدي كده تبص المنظر الجميل، اختلف، اداكي ايحاء ان في حاجه جديده وحلوه. هي دي يا فندم اللي بقول لك منها، من فوائد الاجازه ان انا افكر في حاجه تسعدني في لحظات. كم انت كسيده هانم تشعر بالمتعه بعد انهاء التغييرات والتعديلات؟ طيب اللي معانا في البيت لما يرجعوا ويلقوا التغييرات دي بيحسوا بالسعاده. الله، ده العيد جه. صح. لا وفي حاجه بقى مهمه، انتوا كده تعبتوا، انا بقى الطرف الاخر او اللي معايا، من فضلك لا تبخل بابتسامه في حياتك كلها، بس بعد اذنك في الاجازه زود الابتسامه. ايه، دايما استدعي البهجه، استدعي الفرحه. لا يستسلم لمود الضيق او ايا كانت المشاكل، حتى لو في مشاكل خلينا نستثنيها في الوقت ده. نعم يا فندم، نعم. اي انسان قادر على حل مشكلته او مشاكل غيره اذا استبعد العواقب السلبيه. ان انا بص يا فندم، هي المشكلة في ايه؟ ان انا بتعب نفسي، ان انا بفكر في المشكله مش بفكر في حلها. هقول لكم حاجه كده بسيطه، يعني حضرتك دلوقتي انا عندي مشكله، انا اسف، يعني حضرتك قلت لي حاجه زعلت، انا اسف طبعا. بدل ما اجي استضح من حضرتك الموقف واتكلم معاك واناقشك بقلب مفتوح وبعقل مفتوح ايضا، اقول هي عملت كده ليه؟ طب هي ايه؟ واحد حط شكوك وحط ظنون وكده، انا اللي بتعب. صح؟ والمشكله بدل ما كانت بسيطه وعفويه وغير مقصوده اصبحت مشكله ايه؟ ضخمه، دمرت ليا يوم والايام. صح؟ دكتور لا انا وقتي خلص، انا محتاجه من حضرتك تقول لي في نقاط سريعه ومحدده ازاي استمتع سريعه جدا. ايه نصايحك للمشاهدين اللي بيسمعونا دلوقتي ان انا عايزه بكره اللي ما طلعش من امبارح والنهارده يخرج بكره، او يعمل ايه بكره؟ واحد، شوف اللي انت اللي بيسعدك ونفذه وفق امكانياتك المتاحه اللي معاك. ابسط حاجه ممكنه. شكرا فعلا. اتنين، نظم وقتك، اعمل انسى اي حاجه. صدقني الانسان لما بيبعد عن مشاكله والضغوط والمسؤوليات، ماشي، هيعمل. اقول لك بقى معلومه مهمه جدا جدا. اتفضل. هل انت بتلعب مع احبابك ايا كان، ولادك، زوجتك، اهلك، اصدقائك؟ الترفيه ده مطلوب النفس؟ طبعا يا فندم، يقول علماء النفس الانسان انسان حين يلعب. ليه؟ لان الانسان بيطلع المكنونات السلبيه وتتحول لايجابيه، بيطلع مواهبه. ايه كمان يا دكتور؟ ايه كمان؟ كمان
تبادل أغذية بسيطة خفيفة، تمام؟ التحيات، المجاملات الجميلة، لا يقف أبداً عن التفكير الإيجابي. من فضلكم، من فضلكم، ما تقلقش، خروجك بعيد عن التفكير السلبي هيخليك أكثر نجاح. بص البقرة بنظرة إيجابية تفاؤلية بطاقة إيجابية. ربنا يجعل أيامنا كلها عيد. أمين. أنت ويعلم عزيز الإنسان أنت الذي تستطيع وأنت الذي تصنع العيد بأسلوبك وبتفكيرك. دكتور بشكر حضرتك جدا، وفكرة إن الإنسان لا يزال إنسان لما بيلعب، وفكرة إن إحنا بنكبر حتى على مشاعرنا الطبيعية البسيطة دي إنها تبسطنا، دي ممكن تبعدنا عن البهجة بشكل حقيقي. بشكرك جدا دكتور حمدي أبو سنة، محاضر الصحة النفسية بالجامعة الأمريكية واستشاري التدريب والتنمية الدولية. أرجوكم استمتعوا بطفولتكم وبمشاعركم، عيشوا البهجة زي ما أنتوا عايزين، حسنها بالظبط، مش لازم المجتمع فرض عليكم ايه او انتوا شايفين نفسكم في انهي منطقه، لا اتبسطوا واستمتعوا بالاعياد وبالاجازات. بكره ان شاء الله يكون معاكم الزميل ايهاب صبحي في حلقته معاكم يوم الاربعاء. تصبحوا على خير.